بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل بقيه شابتر 28. احنا كنا ابتديناه المره اللي فاتت وخدنا الجزء الخاص بالسيريس والبارالل، والنهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الشابتر. طيب احنا هنا هنستعرض العناوين اللي هنمر بيها المحاضره النهارده مقسومه لجزئين. الجزء الاولاني هناخد جزء كارش فلو، معظمكم عنده فكره عنه سبيشالي الستودنتس اللي درسوا الكلام ده في ثانويه عامه او في اي جي. والجزء الثاني من المحاضره هنتكلم على الار سي سيركتس، وهنحل مسائل كتير النهارده، وكده هنبقى خلصنا شابتر 28 ونبقى خلصنا الجزء الخاص بالكهربيه. وان شاء الله باذن الله بنهايه الجزء ده هنبتدي جزء جديد المره الجايه اللي هو جزء الماجنتيك. زي ما قلنا بارت 1 من المحاضره دي هنتكلم فيها باستفاضه عن كيرش فلو. هنتكلم الاول عن القوانين بتاع الكيرش وازاي تطبيقها في المسائل، وهنحل مسائل كتير على الجزء ده. احنا المره اللي فاتت شفنا لو انا عندي باتري واحده موجوده في السيركت وعندي شويه ريزيستنس كتير حواليها، قلت ان انا اقدر اختصر الريزيستنس دي باستخدام السيريس والبارالل كونكشنز، بان انا يبقى عندي مصدر سورس واحده بس، باتري واحده وريزيستنس واحده اللي هي بتبقى الار توتال، ومن الاخر اقدر اجيب قيمه الكرنت الكلي، وبعد كده اقدر ارجع اجيب الكرنت في كل برانش. ولكن لو انا عندي السيركت بتاعتي فيها اكتر من باتري، تمام، ومتوصلة بطريقة ما ينفعش تختصر، فبالتالي ما قداميش حل اشتغل بيه غير كيرشوف. تمام، كيرشوف له قانونين بالظبط. القانون الاولاني اسمه جانكشن رول، تمام، والقانون الثاني اللي هو بتاع اللوب رول. هما دول القانونين بتوع كيرشوف. تعالوا نشوف اول قانون اللي هو جانكشن رول. جانكشن رول ده بيقولك ايه؟ بيقولك ان مجموع الكرنت اللي داخل ايكوال مجموع الكرنت اللي خارج، تمام، وده شيء منطقي جدا. يعني لو بصينا في الفيجر اللي موجودة عندي هنا هلاقي ان انا الـ I1 اللي موجودة في فيجر A، تمام، هتتوزع لـ I2 و I3، تمام، يبقى سيجما الكرنت اللي داخل هيساوي سيجما الكرنت اللي خارج اللي هي 2 و 3. وده مشابه جدا لفكرة لو انت عندك مثلا زي بامب مثلا بتاعت مية، او لو انت عندك زي خرطوم بتاع مية او كده، تمام، وجاي متفرع على كذا فرع، فاكيد اكيد الفلو اللي داخل لك اصلا، تمام، هو ايكوال الفلو اللي خارج من الاثنين. وده معناه، او بمعنى اصح ممكن نفسره ان هو بيسمى بconservation of charge. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا افترضنا او احنا خدنا المرة اللي فاتت ان تعريف الكرنت بيقولك ايه ده flow of charge، فبالتالي لو انت عندك flow من الشارج اللي موجودة عندي فهي يا هتنقسم، تمام، يعني هتنقسم لكل فرع ولكن مش هتروح، يعني مش هتروح في حتة، هي في الاخر بتنقسم وبعدين تروح في مثلا كل فرع وبعدين ترجع تتجمع تاني وتيجي تاني عند نفس النقطة. فبالتالي ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه conservation law of charge. طيب القانون التاني بتاع كيرشوف بيقولك ايه؟ بيقولك والله لو انت عندك سيركت كبيرة، عندك اكتر من باتري وعندك اكتر من لوب، فبيقولك سيجما الفولتج اللي موجودة في اللوبس هتساوي زيرو. يعني كل لوب موجودة عندك سيجما الفي فيها بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. انا شايفة ان القوانين دي من غير ما نطبقها على اكزامبل حي كده نقدر نشوف الكلام ده ممكن يبقى صعب شوية، عشان كده شايفة ان افضل اكزامبل للحل ده ان احنا ناخد مسألة ونحاول نطبق القوانين دي عليه، تمام؟ طيب نيجي نشوف هنا المسألة بتاعتنا. المسألة بتاعتي هنبص عليها هلاقي ان انا دلوقتي عندي سيركت، السيركت دي عندي فيها 2 باتريز، واحدة قيمتها 14 فولتج والتانية قيمتها 10 فولت، وعندي 3 ريزيسترز، واحدة قيمتها 2 اوم ودي موجودة في البرانش اي دي، واحدة قيمتها 6 اوم ودي موجودة في البرانش بي سي، وواحدة قيمتها 4 اوم موجودة في البرانش بي اي. ولو انا بصيت كويس للاكزامبل ده هلاقي نفسي ان انا مش عارفه اختصره، مش عارفه اختصر السيركت اللي قدامي دي عن طريق السيريس والبارلل كونكشن اللي احنا اصلا كنا ايه؟ كنا قلناهم المحاضره اللي فاتت. فبالتالي عشان اقدر انفذ الحكايه دي، عشان اقدر احسب الكرنت في كل برانش، لازم استخدم كيرشوف لو. هو اصلا ايه اللي مطلوب مني في المسائل دي؟ مسائل كيرشوف كلها بيطلب حاجات ثابته جدا، يا اما بيجي يطلب منك التيار في كل ريزيستنس او التيار في كل برانش، او يجي يطلب منك الباور اللي موجوده في كل ريزيستنس، او يجي يطلب منك قيمه الفولتج اكروس كل ريزيستنس. وفي جميع الاحوال سواء كان فولتج سواء كان باور اللي طالبها، يبقى انت مش هتقدر تحلها الا اذا وجدت قيمه مين؟ قيمه التيار اللي مار في الريزيستر دي، تمام. فبالتالي انا هدفي الاولاني ان انا احسب قيمه ايه؟ الكرنت اللي مر في كل برانش. والله هنا في الاكزامبل مشكورا مبين لنا اتجاهات الكرنت، وقالك والله ده انت عندك كرنت اي واحد اهو موجود في البرانش بي وسي، وعندك كرنت اسمه اي 2 موجود في البرانش اف سي، وعندك كرنت اسمه اي 3 موجود في البرانش سي ودي. يبقى هو كاتب لي
مسمي لي الطيارات دي عباره عن ايه، وكمان فارض لي اتجاهها، وانا همشي على الاتجاه اللي المفروض ده. في حاله ان هو مش عاطيني اتجاه انا هفرضه، وهقول لكم ازاي بعد كده، بس دلوقتي خلينا في المساله اللي قدام. طيب انا دلوقتي هطبق قوانين كرشف. قوانين كرشف بتقول ايه؟ والله انا عندي قانونين، واحد بجيب اسمه جانكشن رول، والتاني اسمه اللوب رول. تمام، جانكشن رول ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله عند نقطه معينه مجموع الكرنت اللي داخل ايكوال مجموع الكرنت اللي خارج. طيب حاجه عند النقطه سي مثلا، اهي قدامي هو راسم لي اي واحد داخل فيها واي اتنين داخل فيها واي تلاتة طالع منها. يبقى لو حطيت كده ايدي على النقطه سي هلاقي ادي تو كرنت داخلين وكرنت ايه طالع. يبقى انا لو انا عايزه اترجم دي الايكويشن، الايكويشن بتقول لك سيجما الكرنت اللي داخل ايكوال سيجما الكرنت اللي خارج، اللي داخل اي واحد واي اتنين اللي خارج اي 3. يبقى اقدر اكتب ان اي 1 بلس اي 2 ايكوال مين؟ اي 3. يبقى انا كده خلصت الجنكشن رول. طيب هو انا هنا عندي كام مجهول في المساله؟ انا عندي 3، انا عندي اي 1 وعندي اي 2 وعندي اي 3، وطالما عندي 3 مجاهيل يبقى المفروض يكون عندي كام ايكويشن؟ المفروض يكون عندي 3 ايكويشنز. انا قدرت اجيب كام واحده منهم؟ انا جبت واحده بس، يبقى فاضل لي 2 ايكويشنز هجيبهم منين؟ من اللوب رول اللي هو تاني قانون من قوانين كرشف. طيب يتفضل ان انا اعرف هي فين اللوبس بتاعتي اللي بناء عليها هحط لها الايكويشن. طيب ممكن حد يجي يقول لك انا عندي اللوب اسمها A B C D A، هقول والله دي لوب، هقول له صح دي لوب موجوده عندي. ممكن حد يجي يقول لي انا عندي لوب تانية اسمها B E F C B، صح دي تاني لوب موجوده عندي. ممكن حد يقول لي طب انا هاخد الاوتر لوب، ده انا عندي لوب اسمها A B E F C D A، هقول له صح كل دول لوبس موجودة عندي. بس أنا بالنسبة لي محتاجة كم إيكويشن في المسألة؟ محتاجة 3، جايبة منهم واحدة اللي هي جنكشن إيكويشن بتاعة الكرن، يبقى أنا فاضل لي 2، يبقى أنا أختار 2 لوبس بس واشتغل عليهم. يا إما أختار الاتنين الصغيرين، يا إما أختار واحدة من الصغيرين من الكبيرة، أي حاجة من دول مش فارقة خالص. تمام، أنا هنا في المسألة بتاعتي هختار الاتنين الصغيرين عشان هشتغل عليهم، ولازم ابقى حاطه في اعتباري ان انا ايه عندي 3 ايكويشنز لثلاث مجاهيل، ايكويشن منهم هي الكرنت ايكويشن، وفاضل لي 2 ايكويشنز اللي هي بتاعه سيجما الفولتج في كل لوب ايكوال 0. طيب لو انا هاخد الايكويشن، هاخد اللوب اللي هي بتاعه A B C D A، انا عايز اكتب الايكويشن دي. والله الايكويشن دي بتقول لك ايه؟ سيجما الفولتج جوه اللوب بيساوي صفر. طيب هو اساسا ايه مصدر الفولتج اللي موجود عندي؟ انا ما عنديش الا مصدرين للفولتج، يا اما باتري يا اما فولتج دروب. يعني ايه فولتج دروب؟ يعني اي مشت في ار فعملت لي فولتج دروب، لان الفي بتساوي اي في ار، وده خدناه في قانون اوم المحاضره اللي فاتت. طب انا بقى دلوقتي عندي في كل لوب، ادي هنا موجود عندي باتري وعندي مثلا ريزيستنس. تمام، يعني عندي باتري وعندي ايه ريزيستنس، وعندي برضو فوق باتري وعندي ريزيستنس. يبقى معنى كده ممكن يبقى عندي ايكويشن لتحت وايكويشن لفوق، مفيش مشكله خالص. انا هعلمك بقى ازاي نقدر نحط، او ازاي اقدر امشي اكتب الايكويشن صح. انا بصوا بقى كرشف دي لها طرق كتير خالص للحل. تمام، بس انا هقول لك ايكويشن، او انا هقول لك طريقه سهله تطلع لك الاجابات سليمه، وكمان يعني انا بشوفها يعني سهله جدا خلاص، فبالتالي انا هشرحها لك بتفصيل، وشوف برضو لو ايه لو في حد يعني عايز يمشي بطريقته مفيش مشكله. بس الفيصل الوحيد ما بيني وما بينك الايكويشنز، الايكويشنز بتاعتك كلها لازم تبقى يا اما زي الايكويشنز بتاعتي بالظبط، يا اما عكس الاشارات بتاعتي بالظبط، لكن ما ينفعش تبقى متلخبطه. تمام، تاني يعني ايه؟ يعني انا يا اما تكتب تستخدم الطريقه بتاعتي دي تمام وتشتغل بيها عادي، وطبعا دي ويلكم، بس ممكن يكون حد واخد الطريقه دي يعني الكرشف روز بيعملها بطريقه تانية، مفيش مشكله برضو. تمام، ولكن سواء استخدمت الطريقه اللي انت متعود عليها او الطريقه اللي انا بشتغل بيها، الفيصل الوحيد ما بيننا ايه؟ ما بيننا الايكويشنز. يعني يا اما طريقتك هتطلع لك نفس الاشارات اللي موجوده عندي، يا اما طريقتك هتطلع لك عكس الاشارات كلها اللي موجوده عندي، وفي الحالتين هيبقى الاجابه صحيحه. تمام، ولكن لو جيت انت كتبت لي ايكويشن زائد وناقص مختلفين، او مثلا فيهم يعني فيهم الاشارات مختلفه عن اللي عندي، مثلا الحاجه زائد وناقص وكده مش كلها يعني زي ما هي، يبقى في عندك مشكله في الاتجاهات. طيب نبتدي نشوف مع بعض اللوب الاولانيه اللي هي A B C D A. انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي بدي هي من النقطه B. تمام، باخد الاشارات كالاتي. مش انا عندي بطاريه في الاول قيمتها 10 فولت، انا هاخد دايما الاشاره بتاعه الحاجه اللي انا رايحه لها. تمام،
يبقى لو انا عندي بطارية اهو اولها ناقص وزائد، يبقى انا رحت لمين؟ رحت للزائد، يبقى هاخد البطارية بالاشارة بتاعت الزائد. طيب بالنسبة للريزيستنس، مش احنا قلنا ان انا عندي مصدرين للفولتج، واحدة باتري وواحدة ممكن يبقى فولتج دروب، تمام. طب الفولتج دروب ده معناه ايه؟ معناها اي في ار. طب انا مين في اللوب دي؟ ار، اهي الستة اوم اهي. وخلي بالنا ان احنا الكرنت بيمشي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، يعني من الجهد العالي للجهد الاقل، يبقى حاجه على الستة اوم كده وهقول والله ده هو راسم لي فوقها اي 1، وطالما هو راسم لي الاتجاه هو ناحيه رايح من البي للسي، يبقى معنى كده حاجه عند السهم، هبتدي عند السهم هكتب 6، وعند راس السهم هكتب يعني عند الستة اوم هكتب عند اوله هكتب بلس، وعند راس السهم هكتب نيجاتيف. ليه؟ لان هو بيمشي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، همشي مع الكرنت، مش اي 1 اهو عند النقطه سي اتفرع بقى اي 3، اي 3 نزلت اهي عند النقطه دي تمام، وراحت على الريزيستنس اللي قيمتها 2 اوم، مشيت في انهي اتجاه؟ ماشيه من الدي للاي، ماشيه من الدي للاي، يبقى ماشيه من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، يعني من الجهد العالي للجهد الاقل. طب الجهد العالي ده عندي يعني ايه؟ يعني زائد، والجهد الاقل يعني ناقص، يبقى هاجي على السهم اللي هو اتجاه الكرنت اللي ماشي في الاتنين اوم اللي هو ماشي من الدي للاي، هكتب البوزيتيف اهو عند النقطه دي، وهعمل ان النيجاتيف بتاعتي رايحه النقطه ايه. ليه؟ لان هو اتفقنا ان الكرنت بيمشي من اتجاه البوزيتيف لاتجاه النيجاتيف. هاجي عند البرانش الاخير اللي هو اي بي، ده ما فيهوش حاجه خالص وما عنديش حاجه قبل الباتري نفسها، يبقى انا كده بصيت الاول على كل الاليمنت اللي موجوده عندي في السيركت او في اللوب اللي ما بتكلم عليها اللي هي اي بي سي دي اي اللي بتسبب لي فولتج. يبقى احنا اتفقنا ان الاليمنت اللي بتسبب فولتج يا اما بطاريه يا اما فولتج دروب. يبقى هحدد والله لو بطاريه هروح للاشاره اللي انا رايحه لها، ولو انا عندي فولتج دروب هبتدي الاول امسك كل ريزيستنس واشوف اتجاه الكرنت فين، واحط الزائد والناقص بناء على اتجاه الكرنت، وبعدين هبتدي افصل الايكويشن بتاعتي. فحكي كده، انا دايما باخد الاشاره اللي انا رايحها. يبقى مثلا عند البطاريه انا عندي نيجاتيف بوزيتيف، انا رايحه لمين؟ رايحه للبوزيتيف، يبقى هاخد 10 فولت. وبعدين عندي ادي الستة اوم اللي موجوده عندي ماشي فيها كرنت اي 1، ماشي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، يبقى انا دلوقتي رايح لمين؟ يبقى الاشاره الاولانيه زائد، ولكن انا باخد الاشاره اللي انا رايحه لها، يبقى انا رايحه للنيجاتيف، يبقى نيجاتيف الاي في الار، انهي اي؟ اي 1، انهي ار؟ 6 اوم. ليه؟ لان هي دي اللي موجوده في اللوب اللي انا شغاله عليه. يبقى انا هكتب ادي 10 فولت ناقص 6 اي 1. نيجي في البرانش سي دي ما فيهوش ريزيستنس، نيجي في البرانش دي اي في ريزيستنس، يبقى معنى كده عندي ايه؟ فولتج دروب. طب فولتج دروب ده يبقى هاخده زائد ولا ناقص؟ انا الكرنت ماشي من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال، يعني اخر اشاره موجوده عندي هي ايه؟ هي الناقص، يبقى معنى كده هاخد قيمه اخر اشاره، يبقى نيجاتيف 2 اي 3. ليه؟ الاي في الار اللي موجوده، وهنا ماشي انهي كرنت؟ 3. هل حاجه عندي موجوده في البرانش اي بي؟ لا، مفيش حاجة عندي موجودة في البرانش اي بي، يبقى معنى كده خلاص اللوبس اللي موجودة عندي كده ايه؟ اللوب بتاعتي الاولانية الايكويشن بتاعتها خلصت، يبقى هتبقى 10 ناقص 6 اي 1 ناقص 2 اي 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. ليه ايكوال 0؟ لان سيجما الفولتج في اللوب الواحدة هيساوي ايه؟ هيساوي 0. هنطبق نفس الكلام بالظبط في اللوب التانية. طيب اللوب التانية انا هختار اني، انا قلت لكم ان انا كده كده هختار اللوب التو لوبس الصغيرين. طيب اللوب التانية انا باخد بي اي اف سي بي. ليه خدت المسار ده؟ لان ده مسار الكرنت اللي هو رسمهولي، تمام. طيب هاجي كده عند البرانش بي اي، هل في ريزيستنس او بطاريات؟ اه في ريزيستنس ومفيش بطاريات. طب يبقى على الريزيستنس يبقى همشي مع اتجاه الكرنت، الكرنت بتاعي ماشي من الزائد للناقص، يعني من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، هاخد انهي اشاره؟ الاشاره اللي انا رايحه لها، يبقى انا هاخد الاشاره بتاعه الناقص، يبقى كان الكرنت اللي ماشي هنا في 4 اوم هاخد الاشاره انهي؟ هاخدها نيجاتيف، نيجاتيف هاخدها نيجاتيف. فبالتالي هو الكرنت اللي ماشي هنا انهي كرنت؟ الكرنت اللي ماشي هنا هو اي 2، يبقى بالتالي هقول نيجاتيف 4 اي 2، تمام. طيب هنيجي نقول طب والله ده انا عندي هنا برانش اي اف، هل انا عندي دلوقتي هنا ريزيستنس؟ لا. هل انا عندي باتري؟ اه. طب هو انا باخد الباتري ازاي؟ باخد الاشاره اللي انا رايحه لها، انا عندي بوزيتيف نيجاتيف، يبقى هاخد الاشاره اللي انا رايحه لها في اتجاه الكرنت، الكرنت اهو ماشي من الاي للاف، والاشاره اللي انا رايحه لها اخر اشاره قلتها هي بوزيتيف نيجاتيف، يبقى اخر اشاره قلتها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 14 اي نيجاتيف 14، تمام.
طيب عندي بعد كده البرانش اي سوري برانش اف سي، هل في اي ريزيستنس؟ لا. نخش بعد كده البرانش اللي هو سي بي، تمام، هل في ريزيستنس؟ اه. هل في باتري؟ اه. يبقى هيبقى عندي فولتج دروب وهيبقى عندي مصدر كهرباء اللي هو الباتري. هعمل ايه؟ انا ماشيه مع الاتجاه بتاع الكرنت بتاع اي 2، تمام. هو اي 2 كان ماشي ازاي اهو، يعني انا دلوقتي لو بصيت كده انا واخده اخر، انا ماشيه ما هو في اللوب بتاعتي اسمها ايه، بي اي اف سي بي، يبقى المفروض ماشيه اهي خلاص ماشيه مع الكرنت اي 2. هو المفروض انا دلوقتي عندي ايه الاتجاه بتاعي بتاع الكرنت هنا رايحه من عند الستة اوم، يبقى كاني رايحه فين، رايحه للبوزيتيف، تمام، لاني رايحه من النيجاتيف للبوزيتيف. يبقى معنى كده هاخد 6 اي 1. اشمعنى اي 1؟ لان هو ده الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس اللي قيمتها 6 اوم، تمام. طيب وبعد كده عندي كده عندي ايه بعد كده؟ عندي البطاريه، البطاريه بتاعتي 10 فولت وموجوده اهي بوزيتيف نيجاتيف، انا رايحه من البوزيتيف للنيجاتيف، اخر اشاره قلتها نيجاتيف، يبقى معنى كده هاخد النيجاتيف ال 10 فولتج اللي موجوده عندي. هل في حاجه تانيه في اللوب دي؟ لا، ده انا مريت على 4 اوم، مريت على 14 فولتج، مريت على 6 اوم، ومريت كمان على ال 10 فولتج اللي موجوده عندي، يبقى ما عنديش اي اليمنت زياده. يبقى بالتالي انا هعمل ايه؟ هصيغ الايكويشن كالاتي. يبقى انا هاجي كده اهو، انا عندي نيجاتيف 4 اي 2 نيجاتيف 14، لان دي الاشاره اللي انا رحت لها، نيجاتيف لا مش هاخد النيجاتيف، لان انا دلوقتي الكرنت بتاعي ماشي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، تمام. يبقى واخده اخر اشاره اللي هي بوزيتيف 6 اي 1، واخده الاشاره بتاعه الباتري الثانيه اللي انا رايحه لها بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف ال 10 فولتج ايكوال ايه، ايكوال 0، تمام. يبقى تاني، يبقى انا عملت ايه؟ اول حاجه بعملها بحط الجنكشن ايكويشن، تاني حاجه بعملها بجيب اللوبس بتاعتي، تالت حاجة بعملها بمشي مع اتجاه الكرنت اشوف والله مين مشى من فين لفين، واخد السهم بتاعي اتجاه الكرنت، باخد الكرنت ماشي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال، فدايما الهاير بوتنشال بحط له اشارة زائد واللور بوتنشال بحط له اشارة ناقص، ودايما باخد بعد كده الاشارات الحاجة اللي انا رايحة لها. يبقى لو انا عندي بطارية رايحة من الناقص للزائد، يبقى اشوف يبقى اخر اشارة قلتها هي اخر اشارة هحطها، لو انا عندي سهم بتاع كرنت ماشي من الزائد للناقص، اخر اشارة قلتها هو اخر سهم هو اخر اشارة هحطها اللي هي النيجاتيف بتاعتي، تمام كده. طيب احنا كده كتبنا الايكويشنز اللي موجوده عندي، صح؟ ناقص بقى ان انا اشوف ازاي انا هقدر احلهم مع بعض، لان انا كتبتي للايكويشنز معناه ان انا حليت 3 ارباع المساله، ولكن في الحقيقه انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا يبقى عندي قيمه لاي 1، قيمه لاي 2، وقيمه لاي 3، تمام. دلوقتي عشان تحل الايكويشنز في عندك طريقتين، تمام، في طريقه ان انت تعمل سبستيوشن، تمام، يعني تجيب 3 ايكويشنز وتحلهم مع بعض، ودي انا هشرحها بالتفصيل، وممكن تحلهم كمان على الكالكوليتر وهشرحها لك برده بالتفصيل وليك حريه الاختيار، تمام. يبقى تاني انا هعمل ايه؟ ادي الايكويشن اللي موجوده عندي، اول ايكويشن بسميها اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3، الايكويشن بتاعه اللوب الثانيه هي نيجاتيف 4 اي 2 نيجاتيف 14 بلس 6 اي 1 نيجاتيف 10 ايكوال 0، تمام، لان احنا اتفقنا سيجما الفولتج اللي موجود عندي اللي هو يا اما من فولتج دروب اللي هو اي ار يا اما من الباتري هيبقى ايكوال ايه، زيرو في اللوب الواحده، تمام. خلي بالك انا بتكلم على انهي لوب، انا بتكلم على اللوب الكبيره اللي سوري اللوب اللي فوق اللي هي اسمها بي اي اف سي بي، تمام. طيب وعندي لوب بعد كده الثالثه، تمام. بس قبل ما ندخل في اللوب الثالثه احنا ممكن نهندل شويه شكل ايه، شكل اللوب الثاني او الايكويشن بتاعه اللوب الثاني. فبالتالي لو بصينا كده مع بعض، ادي 4 اي 2 مفيش حاجه ثانيه في الايكويشن دي اي 2، مفيش حاجه ثانيه اسمها اي 1، يبقى اللي عندي ممكن يتزودوا على بعض اللي هي نيجاتيف 14 ونيجاتيف 10 يبقى كانها نيجاتيف 24، يعني انا ممكن اكتب ادي 6 اي 1 نيجاتيف 4 اي 2 نيجاتيف 24 ايكوال ايه، ايكوال 0، تمام، وهسميها ايكويشن 2 داش عشان تبقى مختلفه شويه عن الايكويشن بتاعه 2، تمام. وبعدين هبص على الايكويشن الاخيره اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتاعه اللوب اللي هي اي بي سي دي اي، تمام، هلاقي ان هي ادي 10 ناقص 6 اي 1 ناقص 2 اي 3 ايكوال ايه، ايكوال 0. هنشوف ازاي نحل الثلاثه ايكويشنز دول مع بعض عشان نجيب قيمه اي 1 واي 2 واي 3. طيب انا دلوقتي عندي 3 ايكويشنز وعندي 3 مجاهيل، فانا متاكده ان عدد الايكويشن ايكوال عدد المجاهيل، فبالتالي انا اقدر احلها. الفكره كلها ازاي اسهل على نفسي طريقه الحل، تمام. فانا بعمل ايه؟ انا هاخد الايكويشن بتاعه الكرنت اللي هي بتاعه جنكشن لوب، تمام، وهعوض بيها في اي من الايكويشن بتاعت اي لوب. ليه؟ علشان خاطر يبقى عندي التو ايكويشنز اللي موجودين اللي فاضلين يكونوا فانكشن في اتنين انونز بس، تمام.
فاجيب واحد بدلاله التاني واقدر اعوض في الايكويشن التالته، او ما انا اقدر اجيب قيمه مين، قيمه الاي بتاعتها تاني. يبقى انا باخد اللوب الايكويشن بتاعت الكرنت تمام، واخدها واعوض فيها في اي ايكويشن من بتاعت اللوب من اللوبس اللي موجوده عندي، سواء كانت اللوب اللي فوق او اللوب اللي تحت، بحيث ان يبقى عندي مجهولين في تو ايكويشنز، فاقدر بعد كده اقدر اشتغل. يعني مثلا هاخد الايكويشن بتاعت الكرنت كانت بتساوي اي 3 بيساوي اي 1 زائد 2، الايكويشن بتاعت اللوب بتاعت اللي هي اللوب بتاعت اي بي سي دي اي كانت عباره عن ايه، عباره عن 10 ناقص 6 اي 2 ناقص 2 اي 3 از ايكوال تو 0. طيب انا هشيل بدل ما هكتب 2 اي 3 هشيل اي 3 واحط قيمه الايكويشن اللي هي بتقول لك اي 3 بيساوي اي 1 زائد اي 2، يبقى بدل اي 3 هعوض باي 1 زائد اي 2، يبقى جه كده ادي 10 ناقص 6 اي 1 ناقص 2 وفتحت براكت حطيت فيها اي 1 بلس اي 2 ايكوال 0. وبعد كده هكمل حل عادي، ادي 10 ناقص 6 اي 1 ناقص 2 هضربها بقى في البراكت ده، فهتخش هتبقى نيجاتيف 2 اي 1 ودي نيجاتيف 2 اي 2 ايكوال 0. تمام، انا لاقيه ال 10 و 6 و 2 فلاقيه ان كل دول ينفعوا يتقسموا على 2 عشان اختصر يعني اهندل الايكويشن بتاعتي. تمام، فبالتالي رحت قاسمه الطرفين على 2، طبعا 0 لما هتقسمه على 2 مش مشكله هيبقى 0 برضو. طب والطرف الثاني هتبقى 10 على 2 اللي هي 5، يبقى دي 5 لوحدها، نيجاتيف 6 اي 1 على 2 هتبقى كان لها نيجاتيف 3 اي 1، نيجاتيف 2 اي 1 على 2 هتبقى نيجاتيف اي 1، نيجاتيف 2 اي 2 على 2 هتبقى نيجاتيف اي 2 ايكوال 0. هيبقى هنا عندي ايه 3 اي 1 واي 1 والاثنين عندهم نفس الاشاره، فبالتالي هيتجمعوا هما الاثنين بالنيجاتيف عادي، يبقى دي 5 ناقص 4 اي 1 ناقص اي 2 هيساوي ايكوال ايه ايكوال 0. تمام، وهسمي الايكويشن دي الايكويشن الرابعه، لان انا عندي ايكويشن 1 و2 داش و3 هما الايكويشنز الاساسيه بتوع السيركت بتاعتي، ودي اول ايكويشن مختلفه اللي هي نتيجه تعويض واحده في الثانيه. تمام، لو لاحظنا الايكويشن اللي طالعه لي دي ايه، طالعه لي اي 1 مع اي 2 تمام، ما عنديش اي 3 في المعادله. تمام، والايكويشن بتاعه اللوب اللي موجوده عندي اللي هي بتاعه اللوب اللي فوق تمام هلاقيها كلها برضو هتبقى فانكشن اي 1 واي 2، يبقى اهو يبقى زي ما قلت لك هيبقى عندي 2 ايكويشنز في 2 انونز، فاقدر احل الموضوع بتاعي. يبقى انا كده دلوقتي هعمل ايه، كده دلوقتي انا عندي 2 ايكويشنز تمام، الايكويشن اللي هي بتاعه اللوب اللي فوق تمام اللي هي كانت 2 داش خلاص، وعندي الايكويشن اللي هي بتاعه اللي احنا طلعناها اللي هي ايكويشن نمبر 4 تمام. فبالتالي هعمل ايه، همسك الايكويشن اللي فوق برضو هعمل زي ما عملت قبل كده، هقسمها على 2 عشان اختصر الايكويشن بتاعتي، فلقيت ادي 6 اي 1 ناقص 4 اي 2 ناقص 24 ايكوال 0، قسمت على 2 طلع لي 3 اي 1 ناقص 2 اي 2 ناقص 12 ايكوال 0. جميل، هعمل ايه بقى من دي، هجيب الاي بدلاله الاي، يعني ايه، يعني هجيب اي 2 مثلا بدلاله اي 1 ليه، علشان خاطر بعد كده اخد القيمه دي اعوض بيها في الايكويشن نمبر 4 اجبت ابقى جبت اي حاجه. ماشي، يبقى انا عملت ايه، يبقى انا هاجي هنا 3 اي 1 ناقص 2 اي 2 ناقص 12 ايكوال 0، هاجي اعمل ايه بعد كده، هجيب والله اي مثلا هقول اي 2 هسيبها في طرف، فبالتالي يبقى كان 3 اي 1 ناقص 12 ايكوال 2 اي 2، هقسم الطرفين على 2 عشان يبقى عندي اي 1 اي في طرف لوحدها، فبالتالي الاثنين هتروح مع الاثنين يتفضل لك اي 2، و 3 اي 1 ناقص 12 على 2 هتبقى هي دي قيمه ايه اي 2، يبقى كان ادي اي 2 فانكشن في قيمه مين اي 1، يبقى كان اي 2 بيساوي ايه 3 اي 1 ناقص 12 الكل على 2. هعمل ايه في الايكويشن دي، هسميها رقم 5، وخمسة دي هي اللي هشتغل بيها بعد كده واعوض فيها في 4 علشان خاطر اعمل ايه، اقدر احسب قيمه اقدر احسب قيمه كل من اي 1 واي 2 واي 3. يبقى احنا هنعمل ايه، هناخد الايكويشن نمبر 5 اللي هي كانت اي 2 بدلاله اي 1 هنعوض فيها في ايكويشن 4 علشان خاطر ايه، اقدر اجيب قيمه اي 1 واي 2. طيب ايكويشن 4 دي كانت بتقول لك ايه، ايكويشن 4 كانت بتقول لك 5 ناقص 4 اي 1 ناقص اي 2 ايكوال 0، يبقى لو انا عايز اجيب اي 2 في طرف لوحده هقول اي 2 بيساوي 5 ناقص 4 اي 1. تمام، هعمل ايه بعد كده، هاخد القيمه اللي موجوده عندي تمام وهعوض في ايكويشن نمبر 5 تمام، يعني هاخد اي 2 اللي هي قيمتها اللي احنا اساسا ثبتناها من الايكويشن اللي فاتت اللي هي قيمتها 3 اي 1 ناقص 12 على 2 خلاص، وهعوض بيها في الايكويشن دي تمام، فهقول ادي 5 نيجاتيف 4 اي 1 هيساوي الاي 2 اللي انا طلعتها من الايكويشن اللي فاتت اللي هي 3 اي 1 ناقص 12 على 2.
طيب هعمل ايه؟ انا عايزه برضو سمبليفاي الموضوع ده، فرحت ضاربه البراكتس كله في 2. ليه؟ عشان تبقى ما عنديش كسور خلاص. فبالتالي الاثنين هتدخل، يبقى 2 في 5 10 و2 في 4 8 بالاشاره نيجاتيف، نيجاتيف 8 اي 1 ايكوال ال2 بقى دي اللي فوق هتروح مع ال2 اللي تحت اللي موجوده تحت، فبالتالي يتفضل لك البرانش اللي فوق زي ما هو اللي هو 3 اي 1 ناقص 12. هنجيب بقى اي 1 في طرف لوحده، يبقى ادي 10 بلس 12 في طرف، والثلاثه اي 1 هتفضل زي ما هي وهتروح بالاشاره معاكسه ال 8 اي 1، يبقى 3 و 8 هيبقوا كام؟ 11 اي 1. تمام، يبقى عندك 10 بلس 12 ايكوال 11 اي 1. يبقى الاي 1 بتاعتك لما هتيجي تسيبها لوحدها هتعمل ايه؟ 22 على 11 هيطلع لك كام؟ 2 امبير. 2 امبير. طب احنا دلوقتي اوريدي انا ده قيمه مين؟ ده قيمه التيار اللي هو اي 1. تمام، يبقى من الايكويشن اهو اللي في نفس السلايد اللي قدامك اللي هي كانت ايكويشن 4 كانت بتقول لك اي 2 بيساوي 5 ناقص 4 اي 1. 5 ناقص 4 اي 1 عوض باي 1 بقيمتها اللي هي 2 هيطلع لك قيمته نيجاتيف 3 امبير. يعني ايه نيجاتيف 3 امبير؟ يعني ايكوال 3 امبير الماجنتيود بتاعته، تمام، ولكن الدايركشن معاكسه للي ايه؟ للي مفروضه. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ انا اصلا عارفه من الجونكشن ايكويشن ان كانت اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3، يبقى اي 3 هيساوي جمع اي 1 بلس اي 2، يبقى هتاخد اي 1 بلس الاي 2 هيطلع لك ان هو بيساوي نيجاتيف 1 امبير، وده معناه ان هو عكس الاشاره اللي مفروضه. يبقى انا كده عن طريق ان انا جبت اي 1 واي 2 قدرت اجيب اي 3، يبقى قدرت اجيب كل الكرنتس اللي موجوده عندي في البرانش. بعد كده بقى مش فارقه، عايز والله فولتج، عايز باور، مش فارقه. يبقى انا لو انا عايز احسب فولتج على اطراف كل ريزيستور هعمل ايه؟ هاخد الاي اللي انا حسبتها، اشوف البرانش الكرنت الريزيستنس اللي موجود عندي ماشي فيها انهي كرنت، واضربها في قيمه الايه؟ الريزيستنس بتاعتها. يعني مثلا لو هو كان عايز يحسب قيمه الفولتج على اطراف الريزيستنس 6 اوم، ال 6 اوم دي اللي موجوده في برانش بي وسي، يبقى انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ هاخد اي 1 اللي انا طلعت قيمته 2 امبير، هضربها في كام؟ في 6، لان هيديني هو ده الفولتج على اطراف مين؟ هيديني الفولتج على اطراف الريزيستنس اللي موجوده عندي. انت يبقى احنا كده لغايه دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا ايه كيرش فلو بالتفصيل. خدنا ان هم عباره عن تو رولز، واحد اسمها جانكشن رول، تمام، جانكشن لو، والثانيه عندي اللي هي سيجما الفولتج في اللوب الواحده ايكوال زيرو. وبعدين خدنا اكزامبل وحل تفصيله، وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحل مسائل كتير بنفس الطريقه علشان خاطر ايه؟ نتمرن نشوف اكزامبلز كتيره ونشوف هنحلها ازاي. تمام، تعالوا مثلا نشوف الاكزامبل ده. البروبلم ده اسمه بروبلم 29 وموجود اهو قدامك. بيقول لك والله ادي عندك سيركت بالشكل ده، عندك 7 اوم متوصله مع 15 فولت باتري، وبعدين عندك 5 اوم متوصله جنبها الاي دي علامه الاميتر، والاميتر ده بيتوصل سيريس في السيركت، وبعدين البرانش الاخير فيه عندي 2 اوم وعندي بطاريه اسمها ايه ومش كاتب لي اسمها الاي دي بيساوي كام. وبيقول لك عايز يحسب الكرنت في كل برانش، بس خلي بالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البرانش اللي في النص ده اهو بيقول لك ان الاميتر قرا 2 امبير، الاميتر اللي في النص اللي موجود عندك ده قرا 2 امبير، فعايز يحسب قيمه اي 1 وعايز يحسب قيمه اي 2 وعايز يحسب قيمه البطاريه المجهوله اللي موجوده في البرانش الثالث. تمام، هو هنا المساله بتاعتنا هو برده فرض التيار، فبالتالي اتجاه التيار اي 1 او اي 2 الاثنين جيفن بالنسبه لي. طيب انا هعمل ايه؟ انا هعمل اول حاجه خالص هعملها هرسم السيركت دي بس موضحه على كل ريزيستنس اتجاه الكرنت، وكاتبه المسار بتاعي من الهاير بوتنشال للور بوتنشال عشان بعد كده اقدر اكتب الايكويشن مظبوطه. يبقى انا عشان كده رسمها لك اهو في الحل، هرسمها اهو موجوده تاني. تاني حاجه هقسمها للوبس، تمام، عشان اقدر افهم اللي قصادي انا بحل ايه. تمام، وتاني حاجه وتالت حاجه اهو هنقسم اللوبس على كل ريزيستنس، هنحط البوزيتيف والنيجاتيف عشان نبين كل ريزيستنس ماشي فيها كارنت ايه ومن الهاير وللور. تمام، طيب هنيجي لللوب الاولانيه اللي موجوده عندي خلاص. بس قبل اللوب اللي موجوده عندي تعالى نشوف اتجاه الكرنت هيبقى عامل ازاي. خلي بالك، بص انا رسمت اتجاهات الكرنت الاصليه في الرسمه بتاعتي بالاخضر اهو، يعني هو عاطيني اي 1 وعاطيني اي 2، وعشان اي 1 تبقى في الاتجاه ده من بيل سي يبقى لازم تبقى كانها طالعه من البطري، يبقى كان ال 15 فولت ده في كرنت طالع منها اسمه اي 1 هيمر في ال 7 اوم ويجي عند النقطه سي اهو هيدخل فيها. تمام،
طيب طالما هو طلع من ال 15 فولت ومر من ال 7 اوم يبقى ورايح للنقطه سي، يبقى معنى كده ان هو بيمر من الهاير بوتنشال للور بوتنشال. يبقى معنى كده ان انا على الريزيستنس اللي موجوده عندي دي هيمشي من الهاير اللي هو من الزائد للنيجاتيف، تمام؟ يبقى كان عند النقطه بي دي المفروض تكون الاشاره بتاعت الكرنت اللي مره في الريزيستنس اللي قيمتها 7 اوم ايه، تكون بالناقص، تمام؟ طيب لو انا جيت بصيت على الكرنت اللي هو اي 2، خلاص اي 2 ده ماشي ازاي؟ طالع من قفل سي، وعشان يطلع من قفل سي يبقى معنى كده ان هو فارض ان انت دلوقتي البطاريه اللي موجوده عندك اللي اسمها ايه، اللي انا مش عارفه اساسا القيمه بتاعتها قد ايه، كان الكرنت طالع منها اهو، طالع في اتجاه قفل وطالع من قفل سي. وطالما انا عندي كرنت جاي من اي 1 عند النقطه سي وكرنت جاي من اي 2 عند النقطه سي، يبقى معنى كده ان الكرنت ده والكرنت ده المفروض المجموع بتاعهم هيبقى اي 1 واي 2. ليه؟ لان هو ده الجنكشن رول اللي احنا بنقول عليه. طيب هيبقى مجموعهم مين؟ الاي اللي مارر في البرانش اللي هو 5 اوم ده، تمام؟ الاي ده اسمه ايه؟ اسمه اي 3، تمام؟ يبقى الاي اللي مارر في البرانش اللي اسمه 5 اوم ده المفروض اسمه ايه؟ اسمه اي 3، تمام؟ يبقى معنى كده عشان كده الاميتر اللي موجوده هنا عندك في البرانش سي دي هو بيقول لك ان هو ار 2 امبير، يبقى معنى كده ان هو جيفن ليك انهي فاليو؟ الفاليو بتاعت اي 3، يبقى اي 3 هنا المفروض تبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 2 امبير، خلاص؟ يبقى انا دلوقتي انا عندي 3 انونز كانوا اي 1 واي 2 واي 3، تمام؟ اللي هما الثلاثه برانش اللي موجوده عندي كل كارن فيهم، بس خلي بالك هو عطيك مين؟ عطيك واحده منهم اللي هي قيمه مين؟ قيمه الكرنت اللي هو اي 3، عطيهولك لان هو قال لك ان الاميتر هيقرا 2 امبير، تمام؟ بس حط لك مجهول تاني بداله اللي هو مين؟ قيمه الباتري اللي موجوده عندك في السيركت التاني او في اللوب اللي تحت اللي هي اللوب بتاعت اف اي دي سي دي، اللوب دي تمام، الباتري اللي فيها اي دي انون. يبقى انا دلوقتي عندي كام مجهود؟ عندي اي 1، عندي اي 2، وعندي اي. يبقى المفروض اطلع بكام ايكويشن؟ 3 ايكويشن، ايكويشن منهم بتاعت الكرنت ودي سهله، وايكويشن لكل لوب علشان خاطر اقدر ايه احسب الانونز اللي موجوده عندي. هو ده اللي احنا هنشوفه في السلايد الجاي. طيب قبل ما ننقل على السلايد اللي جايه احنا ممكن نبص على اللوب اللي قدامنا دي اللي هي A B C D A، ايه اللي هي اللوب اللي فوق A B C D A، تمام؟ لو انا عايز اكتب الايكويشن بتاعتها هعمل ايه؟ همشي مع اتجاه الكرنت، خلاص؟ يبقى انا دلوقتي هو احنا اتفقنا ان عشان يمشي في الاتجاه ده لازم يبقى طالع من البطاريه اللي قيمتها 15 فولت، واتفقنا ان انا وانا باخد الاشارات باخد دايما الاشاره اللي انا رايحه لها، يبقى البطاريه باديه من النيجاتيف للبوزيتيف، اخر اشاره قلتها ايه؟ بوزيتيف، يبقى هكتبها 15 فولت. واتجاه الكرنت ماشي في 7 اوم من البوزيتيف للنيجاتيف، ليه؟ من الهاير للور بوتنشال، اخر اشاره قلتها ايه؟ النيجاتيف، يبقى نيجاتيف 7 اي 1. نيجي عند النقطه سي، هل في حاجه؟ اه في ريزيستنس، الريزيستنس دي ماشي فيها اي 3، تمام؟ ماشي ازاي؟ ماشي رايح من السي للدي، تمام؟ فبالتالي دلوقتي انا عندي من السي للدي يبقى معنى كده ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، اخر اشاره قلتها ايه؟ نيجاتيف، يبقى هاخدها نيجاتيف 5 اي 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 0، تمام؟ يبقى 15 ناقص 7 اي 1 ناقص 5 اي 3 ايكوال 0. والمفروض كمان ان احنا نقدر نختصرها لان الاي 3 جيفن، فبالتالي ممكن اكتبها كانها 15 ناقص 7 اي 1 ناقص 10 ايكوال 0. يبقى اقدر اطلع قيمه اي 1 ولا لا؟ اقدر، لان اي 3 جيفن وال 15 جيفن وما عنديش في الايكويشن دي الا مجهول واحد بس اللي هو مين؟ الاي 1. يبقى لحد دلوقتي احنا جبنا 2 ايكويشنز وانا المفروض عندي 3 ايكويشنز، تمام؟ احنا جبنا 2 ايكويشنز، واحده اللي هي بتاعه الجنكشن لوب، وجبنا ايكويشن 2 اللي هي بتاعه اللوب اللي موجود عندي اللي هو اللوب اللي فوق، ناقص ان انا اجيب الايكويشن بتاعه اللوب اللي تحت اللي هي اسمها اف سي دي اف، تمام؟ انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي همشي مع الاتجاه بتاع الكرنت اللي هو فرضه لي، وعشان الاتجاه بتاعه اي 2 يمشي بالشكل اللي هو فرضه ده يبقى كانه طالع من البطاريه اللي اسمها ايه، يبقى انا همشي، يبقى انا هبتدي السيركت بتاعتي من عند البطاريه، تمام؟ البطاريه دي احنا اتفقنا رايحه من النيجاتيف للبوزيتيف، اخر اشاره قلت لها بوزيتيف فهتبقى بوزيتيف اي، ماشي؟ اتجاه الكرنت من الهاير لللور بوتنشال، يبقى ماشي من الزائد للناقص، يبقى معنى كده اخر اشاره قلتها ناقص، يبقى نيجاتيف 2 اي 2، تمام؟ وبعدين دخل عندي في النقطة سي، تمام؟ انا رايحة ناحية السي دي، يبقى معنى كده ادي 5، الخمسة ده ماشي الكرنت فيها من السي للدي، يبقى من البوزيتيف للنيجاتيف، اخر اشارة قلتها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 اي 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طيب يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب الايكويشن الاولانية كانت اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3 اللي هي ايكوال ال 2 اوم، وجبت من الايكويشن اللي هي بتاعت اللوب اللي تحت
سوري اللي هي بتاعت اللوب اللي فوق، قدرت اجيب قيمة اي 1 تمام. ودلوقتي عندي ايكويشن تانية بتقول لك ان الاي نيجاتيف 2 اي 2 نيجاتيف 5 اي 3 ايكوال 0. هنعوض عن الاي 3 بالاثنين اللي هو عطيها لي، يبقى معنى كده الايكويشن ممكن يعاد كتابتها في فورم اوف اي ناقص 2 اي 2 نيجاتيف 10 ايكوال 0 تمام. يبقى انا هنا الايكويشن دي ناقصني فيها الاي، وعندي ايكويشن فيها 2 اي 2 ان اونس. يبقى احنا هنا في الايكويشن دي هقدر اقول ايه؟ هقدر يبقى فعلا حليت اهو، جبت اي 1 زي ما قلت لكم. خلاص ناقص بقى انا دلوقتي ان انا اجيب اي 2. طب ده اجيبها منين؟ اجيبها من الجنكشن ايكويشن اللي كانت بتقول لك ان اي 1 زائد اي 2 ايكوال اي 3. اي 3 هو عطيها لك ب 2 امبير، واي 1 انت حسبتها، يبقى ما فاضلناش قانون الا اي 2 تمام. يبقى معنى كده ان احنا نقدر نعوض ونجيب قيمه الاي 2، هتطلع لك 9 على 7 امبير تمام. يبقى انا كده جبت اي 1 وجبت اي 2، هو كان عطيني اي 3. يبقى الايكويشنز اللي موجوده عندي دي مفيش قانون واحد بس فيها اللي موجود اللي هو مين؟ الاي. فانا بالتالي اقدر احله، احلها ازاي؟ هاخد الايكويشن بتاعه اللوب بقى واعوض كل كارنت بقيمته، فبالتالي هقدر اطلع قيمه مين؟ الاي. طيب يبقى دلوقتي هاخد الايكويشن بتاعتي. الايكويشن كانت بتقول اي بتساوي 10 بلس 2 اي 2، يبقى ادي ال 10 وادي 2، وهنعوض عن الاي 2 ب 9 على 7. بالتالي ما هنعوض هنلاقي ان الاي طالع لنا بكام؟ ب 12.57 فولتج تمام. الاي دي اللي هي قيمه البطاري اللي موجوده عندي. خلاص يبقى احنا دلوقتي حسبنا اي 1 حسبنا اي 2، وقدرنا كمان نقدر نحسب بينهم مين؟ الاي. وبكده يبقى انا انتهيت من بروبلم 29 تمام. هو كان عايز قيمة الكرنت في كل برانش وقيمة المجهول البطري المجهولة اللي قدامي. طيب نبص على المسألة اللي موجودة عندي هنا، ودي رقم 34 تمام. فادي البروبلم اللي موجود عندي، ادي السيركت مرسومة، وهو برضو هنا فارض لي اتجاهات الكرنت، ادي اي 1 واي 2 واي 3 خلاص، وعايز يحسب الكرنت في كل برانش موجود شكله عامل ازاي. خلاص ودي في الاكزامبل ده. بصوا بقى احنا المرتين اللي فاتوا اللي هو سواء كان في الاكزامبل الف بروبلم 29، انا حليت لكم بطريقه التعويض في الايكويشنز. انا المره دي هنطلع قيمه، هنطلع الايكويشنز لوحدها وحواليكم ازاي نقدر نحلها على الكالكوليتر تمام. فاحنا لو بصينا مثلا للايكويشن دي تمام، لو بصينا سوري للبروبلم اللي موجود عندي ده، انا عامله ايه؟ انا دايما برسم لكم البروبلم تاني ليه؟ عشان ابين لكم اتجاهات الكرنت والاشارات اللي موجوده عندي على اطراف الريزيستنس، عشان ابين هاخد الاشارات ازاي. فبالتالي احنا اتفقنا اول حاجه بنعملها ان انا هكتب الكرنت ايكويشن تمام. كرنت ايكويشن هي جنكشن ايكويشن. هعمل ايه؟ خلاص يبقى هو دلوقتي رسم لي اتجاهات الكرنت، هلاقي ان انا البرانش اللي فوق تمام بيساقب عليه اي 1، البرانش اللي في النص اي 2، والبرانش التالت اي 3. ولو مشيت مع البرانش اللي هو اي 1، لما مشيت فوق مع الكرنت اتجاه اي 1، هلاقي ان هو عند نقطه بي تمام بيتوزع لاي 2، ويبقى عنده سكه تانية، يعني عنده سكه اي 2 ده اللي هو في البرانش بي سي، وعندي سكه تانية من بي لاف اللي هي تبقى ايه؟ اي 3. يبقى اقدر اكتب الايكويشن بتاعتي ان هي اي 1 بتساوي اي 2 بلس اي 3 ماشي. هتقولي طب هي النقطه دي بي دي جت منين؟ دي مش موجوده في المساله اللي موجوده عندي. ايوه هي مش موجوده، بس احنا اتفقنا ان انا بسمي اللوبس عشان خاطر ابين للناس اللي بتطلع اتجاه الكرنت اللي انا واخداه ايه. فبالتالي هو رسم لي اي 1 بالطريقه دي، يبقى معنى كده لو انا اللوب بتاعتي اي بي سي دي تمام، يبقى الاتجاه بتاعي ماشي ايه اهو، لان الكرنت هيبقى ماشي من تحت من فوق لتحت، يبقى دي اي لبي لسي لدي وراجع تاني للنقطه ايه ماشي. طيب حاجه ارسم بقى دلوقتي، هاجي اعمل ايه؟ هاجي اكتب الايكويشن بتاعتي. احنا اتفقنا اهو انا باديه من البطري اهو زي ما قلت لكم، ادي 18 هروح من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى هقول اخر اشاره انا خدتها اللي هي بوزيتيف تمام. وبعدين هاجي ابص على البرانش الثاني اللي هو اي بي، هل في عندي حاجه غير الريزيستنس؟ لا، يبقى هيبقى عندي فولتج دروب بس اللي هو ايه؟ اي في ار تمام. انهي اي؟ اي 1. انهي ار؟ ال 8. يفضل عندي دلوقتي اتجاه هاخد البوزيتيف ولا النيجاتيف، ده بيتحدد بناء على ايه؟ بيتحدد بناء على اتجاه الكرنت. الكرنت اللي موجود عندي اي 1 ماشي من الهاير للور، يبقى انا حاطه البوزيتيف فوق وحاطه النيجاتيف تحت ناحيه قريبه من ناحيه البي، يبقى انا ماشيه في اتجاه اي 1 من فوق لتحت، يبقى انا هاخد انهي اشاره اللي انا رايحه لها اللي هي مين؟ النيجاتيف تمام. يبقى دي نيجاتيف 8 اي 1 جميل. نيجي في البرانش الثالث للجروب، البلانش الثالث اسمه ايه؟ بي سي تمام. طيب عندي كام حاجه؟ عندي 3 ريزيست، عندي 2 ريزيستنس وواحده باتري في النص، يبقى هيبقى عندي 2 فولتج دروب وعندي ايه؟ بطاريه تمام. اتجاه الكرنت ماشي ازاي؟ من البي للسي تمام. يبقى دايما هيبقى ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف خلاص. طيب يبقى اخر، يبقى هيبقى ماشي بوزيتيف نيجاتيف، يبقى اخر حاجه قلتها نيجاتيف، يبقى هتبقى نيجاتيف 11 اي 2
طيب وقابلت بطارية نيجاتيف بوزيتيف اخر حاجة قلتها بوزيتيف يبقى هحطها بلس 12، وبعدين عندي ريزيستور بوزيتيف نيجاتيف اخر حاجة رحت لها اللي هي مين النيجاتيف يبقى هتبقى نيجاتيف 7. نيجاتيف 7 في مين؟ في الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. هو البرانش ده ماشي فيه انهي كرنت؟ ماشي فيه اي 2. تمام، يبقى لو انا هقرا الايكويشن كده كلها مع بعضها يبقى هيبقى الايكويشن الخاصة باللوب اي بي سي دي اي هتبقى كأنها 18 ناقص 8 اي 1 ناقص 11 اي 2 زائد 12 ناقص 7 اي 2 ناقص ال 5 اي 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. هي ال 5 اي 1 دي موجوده فين؟ ال 5 اي 1 دي موجوده فوق عند البطاريه جنب البطاريه. تمام، يبقى برضو يبقى ماشي فيها انهي كارنت؟ ماشي فيها الكارنت اللي هو اي 1، واتفقنا اي 1 ماشي في اتجاه من الدي للايه، يبقى من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى اخر حاجه قلتها نيجاتيف يبقى عشان كده حطيتها نيجاتيف في الايكويشن. يبقى كانت 18 ناقص 8 اي 1 ناقص 11 اي 2 زائد 12 ناقص 7 اي 2 ناقص 5 اي 1 هيساوي ايه؟ هيساوي 0. تمام، وممكن اهندلها شويه واعيد كتابتها بطريقه تانية. هنيجي نبص 18 وال 12 الاثنين دول نفس الاشاره فممكن يتجمعوا يبقوا 30. هاجي الاقي نيجاتيف 8 اي 1 نيجاتيف 5 اي 1 يبقى نيجاتيف 13 اي 1، وعندي ادي 7 اي 2 و 11 اي 2 والاثنين في الاشاره نيجاتيف، يبقى معنى كده ان انا ممكن اجمعهم تبقى ناقص 18 اي 2. يبقى معنى كده ان انا الايكويشن دي ممكن اكتبها 30 ناقص 13 اي 1 ناقص 18 اي 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. ودي هتكون تاني ايكويشن موجوده عندي. يبقى اول ايكويشن اللوب ايكويشن الكرنت ايكويشن، وتاني ايكويشن بتاعه اللوب الاولانيه. هيفضل عندي بقى دلوقتي ايه؟ انا عايز اجيب الكرنت في كل برانش او عايز اجيب الفولتج على اطراف كل ريزيستنس. تمام، يبقى في الحالة دي هيبقى ناقص عندي ايه؟ ايكويشن تالتة علشان خاطر احسب مين؟ عشان خاطر احسب المجهول التالت. الايكويشن التالتة دي انا هاخدها ايه؟ هاخدها بتاعت اللوب الصغيرة. تمام، هاخد اللوب بي سي تمام اي اف بي، يبقى الاتجاه ده بي سي اي اف بي. ليه؟ لان هو ده اتجاه الكارنت اللي موجود عندي. خلاص، طيب هعمل ايه؟ نفس الكلام، هو انا دلوقتي مش ال 11 اوم دي ماشي فيها كارنت اسمه اي 2؟ ماشي ازاي من البوزيتيف للنيجاتيف؟ وانا ماشيه ازاي؟ اتجاه اللوب بتاعتي بي سي، يبقى هاخد الاتجاه اللي انا ماشيه معاه، يبقى انا هاخد اخر اشاره رحت لها يبقى هيبقى نيجاتيف 11 اي 2. تمام، وبعدين عندي باتري، الباتري بتاعتي نيجاتيف بوزيتيف اخر اشاره قلتها ايه؟ البوزيتيف، يبقى دي بوزيتيف 12. ماشي، وبعدين عندي ريزيستنس، الريزيستنس دي بوزيتيف نيجاتيف، يبقى دي نيجاتيف 7 اي 2. ليه نيجاتيف؟ لان بياخد اخر اشاره قلتها. تمام، وبعدين هنزل في البرانش اللي تحت اللي هو الاي اف، هلاقي عندي 36 فولت، هلاقي باديه بوزيتيف وراحه نيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف يبقى هاخد انهي اشاره اللي انا رايحه لها اللي هي ايه؟ نيجاتيف ال 36. وبعدين عندي ريزيستنس الكرنت ماشي في الاتجاه بتاع الاي 3. تمام، يبقى ماشي فيها اي 3، وانا هاخد انهي اشاره اللي موجود عندي اللي انا رايحه لها اللي هي مين؟ اللي هي البوزيتيف، يبقى بلس 5 اي 3. يبقى لو انا قلتها تاني هتبقى عباره عن ايه؟ نيجاتيف 11 اي 2 بلس 12 نيجاتيف 7 اي 2 نيجاتيف 36 زائد 5 اي 3، كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال 0. اشمعنى ايكوال 0؟ لان سيما الفولتج اللي موجوده عندي وذن الوب ايكوال 0. تمام، طيب هاندل برضو الايكويشن دي. تمام، هلاقي نفسي ان انا عندي 11 و7 اي 2، يبقى معنى كده ان هما يبقوا نيجاتيف 18 اي 2 لان هما الاثنين عندهم نفس الاشاره اللي هي النيجاتيف. عندي نيجاتيف 36 بلس 12 فبالتالي هيبقى نيجاتيف 24، وال5 اي 3 مفيش غيرها فهكتبها بلس 5 اي 3. يبقى انا دلوقتي عندي ايكويشن 1 اللي هي بتاعت جنكشن لوب، عندي ايكويشن 2 اللي هي 30 ناقص 13 اي 1 نيجاتيف 18 اي 2 ايكوال 0، وعندي اخر حاجه اللي هي نيجاتيف 24 نيجاتيف 18 اي 2 بلس 5 اي 3 ايكوال 0. وهنشوف بقى دلوقتي ازاي اقدر استخدم الكالكوليتر عشان يحل لي الثلاثه ايكويشنز دول مع بعض. ده الكالكوليتر بتاعنا. خلاص، احنا لو اتكينا على موت وبعدين دخلنا بعدين عملنا 5 عشان يبقى المود بتاع الايكويشنز، وبعد كده هنختار منها سكند رو. تمام، هيقدر يحل لي الثري ايكويشنز دول مع بعض علشان خاطر ندخل نحسب قيمه الانونس. بس بقى هو ككالكوليتر بيحتاج طريقه معينه عشان تدخله الايكويشنز، فبنعمل ايه؟ الطريقه دي انت لازم تكتب الايكويشن او ترتبهم في صوره اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 ايكوال 0. تمام، اقصد ايه بزائد؟ يعني اقصد بالاشاره بتاعتها سواء كانت زائد سواء كانت نيجاتيف. تمام، فمثلا انا كنت كاتبه الايكويشن الاولانيه بتقول لك اي 1 بتساوي اي 2 بلس اي 3، يبقى انا لما حاجه اكتبها هنا هكتبها في الفورمولا بتاعت اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 ايكوال 0. خلاص،
طيب نيجي نشوف الايكويشن التانية. الايكويشن التانية كانت 13i1 بلس 18i2 ايكوال 30. بس انا لما هاجي ما عنديش اي 3 فهحط الكويفيشن بتاعها ايه بزيرو. طيب واخر ايكويشن كانت 18i2 نيجاتيف 5i3 ايكوال نيجاتيف 24. تمام هحط بدل الاي 1 قيمه الزيرو اللي موجوده عندي. تمام طيب هو انا بدخل ايه جوه الكالكوليتر؟ بدخل الكويفيشن بس، يعني اي 1 دي هكتبها كانها 1. هو لما هتيجي تبص بقى على الكالكوليتر هتلاقي طالع لك زي ماتريكس كده A B C D، يقصد بيها ايه؟ A دي الكويفيشن بتاعت الكولوم اللي هو اسمه I1، B دي الكويفيشن بتاعت الكولوم اللي اسمه I2 في الثلاثة equations، C دي اللي هي الكويفيشن بتاعت الكولوم اللي هو اسمه I3 في الثلاثة equations. طب دي بتاعت الكويفيشن بتاعت الكولوم اللي هو equal، يعني اللي هو 0 30 negative 24 and so on. يبقى انا هعمل ايه؟ حاجة عند الكولوم اللي اسمه ايه وهكتب الكويفيشن بتاعت الايات اللي هي I1. ففي الايكويشن الاولانية I1 يبقى بواحد، في الايكويشن التانية 13 يبقى 13، في الايكويشن الثالثه ما فيش يبقى هيبقى 0. تمام نيجي عند الكولوم بي، بي ده اللي هي الكوفيشن بتاعت الكرنت اللي هو I2، يبقى هيبقى نيجاتيف 1 وبعدين عندي 18 وبعدين عندي 18. لو انا دخلت على الكولوم الثالث اللي هو سي يبقى هيبقى عندي نيجاتيف 1 وعندي 0 وعندي نيجاتيف 5 بالنسبه للايكويشن اللي هو الثالثه. وبعدين اخيرا اخر كولوم موجود عندي اللي هو زي ما قلت لكم الكولوم اللي هم بيساووا ايه، يبقى هيبقى 0 30 نيجاتيف 24. وبعدين نتك نشوف بقى بعد كده، يعني هنعمل بقى سولف، فبالتالي هيطلع لك ان قيمه I1 بيساوي 2.8 وقيمه I2 بيساوي نيجاتيف 0.4 وقيمه I3 بيساوي كام؟ بيساوي 3.3. يبقى احنا كده قدرنا نجيب ايه الكرنت في كل برانش. طيب هنيجي نبص على بروبلم 35. تمام وده اخر بروبلم هنقدر نحله على كرشف لو في المحاضره هنا. فاحنا دلوقتي ادي عندنا مساله فيها 3 باتريز 3 ريزيستنس، وهو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب البوتنشال ديفرنس اكروس اتش ريزيستور اللي موجوده في الفيجر اللي قدامنا دي. فانا عملت ايه؟ عملت نفس الحاجه بالظبط اللي احنا عملناها في المسائل اللي فاتت. اول حاجه قعدت رسم الرسمه نفسها تمام، وحطيت عليها الاسامي علشان خاطر نقدر نشوف كل واحده فين اللوب دي شكلها عامل ازاي، وبعدين حطيت الدايركشن بتاعه الكرنت. بس خلي بالنا في المساله دي هو مش فارض لي دايركشن، يعني انا في المسائل اللي فاتت كلها هو كان فارض لي الدايركشن. تمام طب هنا بقى اعطيني 3 باتريز ومش فارض الدايركشن، فانا هعمل ايه في المسائل اللي زي دي؟ انا بعمل ايه لما بلاقي 3 باتريز بالشكل ده؟ فبحط دلوقتي بطلع الكرنت من اكبر 2 باتري وبخليها تصب في البرانش اللي فيه الباتري الثالثه. تمام يبقى انا دلوقتي عندي لما تبقى لو انا عندي 2 باتريز بس تمام بطلع الكرنت من اكبر باتري. تمام لكن لو انا عندي 3 باتريز 2 منهم كبار واحده صغيره يبقى بطلع ايه؟ بطلع الكرنت من الباتريز الكبار وبخليهم يصبوا في البرانش بتاعه الباتري الصغير. تمام فيبقى انا هنا هيبقى عندي كرنت اسمه I1 جاي من 12 فولت، وهيبقى عندي كرنت اسمه I2 هيبقى جاي من 18 فولت، وهيمشوا هما الاثنين، يعني هيجمعوا هما الاثنين في النقطه سي، وبعد كده هيمشوا في البرانش اللي اسمه اللي فيه الباتري 3 فولت. تمام يبقى دي اول ايكويشن عندي I1 بلس I2 ايكوال I3. نيجي في اللوب اللي هي ABCDA، عايز اعمل ايه؟ هعمل، مش انا دلوقتي خلاص عرفت ان الاي 1 انا فرضها اتجاه الفوق من A لB. تمام يبقى معنى كده ان انا همشي في الاتجاه ده في اللوب. تمام يبقى دي الكرنت ماشي، ان عندي اول حاجه هتقابلني ادي في 5 اوم ودي موجوده تحت عند النقطه ايه، يبقى معنى كده ان الكرنت ماشي من تحت لفوق، يبقى من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى اخر حاجه قلتها نيجاتيف يبقى هي دي اللي هحط الاشاره بتاعتها، يبقى دي نيجاتيف 5 اي 1. بعدين هتقابلني الباتري بتاعتي نيجاتيف بوزيتيف، يبقى هاخد الاشاره البوزيتيف بتاعه الفي، يبقى هقول بلس 12 في. وبعدين هلاقي الباتري التانية اللي هتقابلني 3 فولت، يبقى هاخد بوزيتيف نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 3 في. وبعدين هشوف الكرنت اللي ماشي في البرانش التالت I3، ده هو ده اللي هو هيبقى ماشي في الاتجاه من سي لجي، يبقى معنى كده ماشي لتحت، يبقى الفوق هيبقى البوزيتيف والتحت هتبقى النيجاتيف. خلاص يبقى هاخد الاشاره اللي انا رايحه لها هي نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 الاي اللي ماشيه فيها، ايه الاي اللي ماشيه فيها؟ اللي هي I3. يبقى معنى كده لو انا هقول الايكويشن على بعضها يبقى هتبقى نيجاتيف 5 I1 بلس 12 نيجاتيف 3، وبعدين في الاخر هنقول ايه؟ نيجاتيف 4 اي 3 ايكوال 0. لو انا عايزه هندل شويه الايكويشن دي يبقى هعمل ايه؟ ادي 12 و 3 هيبقوا 9 عشان خاطر واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 اي 1 بلس 9 نيجاتيف 4 اي 3 ايكوال 0. طيب بالنسبه للوب الثانيه اللي هي اف سي
دي اي اف، تمام. هو انا ليه كاتبه اللوب بالشكل ده؟ لان هو ده شكل الكرنت اللي ماشي فيها، طالع من الباتري اللي هي 18 ناحيه الاف، ومارر بنقطه سي، وبعد كده نزل لتحت خلاص، وبعدين رجع تاني لفوق لنفس النقطه، تمام. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام، هبتدي من الباتري اهو من عند الكرنت، ادي 18 في، يبقى انا من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى هكتبها بلس 18 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 اي 3، تمام. وبعدين نيجاتيف 3 اي 2 نيجاتيف 2 اي 2 ايكوال 0، تمام. يبقى معنى كده هعمل ايه؟ 3 و2 يبقى دي 5 اي 2، وهيبقى عندي 18 ناقص 3 هيبقى 15، يبقى 15 ناقص 4 اي 3 نيجاتيف 5 اي 2 ايكوال 0. وطبعا عندي جنكشن ايكويشن اللي احنا قلنا عليه. هنعمل ايه؟ هستخدم بقى في السلايد اللي جايه الكالكوليتر برضو علشان خاطر يقدر يحل لي اللوبس اللي موجوده عندي، الكرنت سوري اللي موجوده عندي. يبقى انا دلوقتي شرحت لكم لحل الايكويشنز طريقه مانيوال، ودي طريقه بتاعه الكالكوليتر، وتقدر تستخدم اي واحده فيهم. لما نيجي نحل الايكويشن اتفقنا ان احنا هنعمل ايه؟ هناخد الكالكوليتر ونتك على مود، تمام، ونختار نمبر 5 وبعدين نسلكت نمبر 2، تمام، مود 52. وبعدين هنحط الايكويشن زي ما احنا عارفين في الفورمولا بتاعه اللي نقدر نخشها على الكالكوليتر. يبقى دي اي 1 بلس اي 2 نيجاتيف اي 3 ايكوال 0، بعدين عندي نيجاتيف 5 اي 1 وهحط عند الاي 2 ايكوال 0 اي 2، نيجاتيف 4 اي 3 ايكوال نيجاتيف 9، وبعدين هتبقى 0 بلس 5 اي 2 بلس 4 اي 3 ايكوال 15. هدخل الكويفيشن نفسها وبالتالي هقدر اطلع قيمه الكرنت اي 1 واي 2 واي 3. طب هو ما كانش عايز الكرنت، هو كان عايز الفولتج في كل ريزيستنس. سهله جدا، هشوف انهي ريزيستنس. مثلا حاجه اقول لك والله ادي الريزيستنس اللي قيمتها 2 اوم اللي هي موجوده في الاول على اليمين اللي هي عند 18 فولت. ده البرانش ده اصلا ماشي فيه انهي كرنت؟ الكرنت اللي هو قيمته كام؟ قيمته 2 امبير، اللي هو مين؟ اللي هو الكرنت اللي هو اي 3 تقريبا يعني. هعمل ايه؟ هو احنا خدنا انهي؟ احنا خدنا 2 اوم، يبقى معنى كده ان هو ده هيبقى ماشي فيها الكرنت اللي هو اي 2 سوري، تمام. يبقى معنى كده ان احنا نقدر ايه؟ نعمل الايكويشن دي، ناخد ال 1.5 نضربها في 2 هيطلع لي قيمه مين؟ هيطلع لي قيمه الفولتج اللي موجوده عندي، ونفس الكلام بالنسبه لبقيه الفولتج اللي موجوده. يبقى احنا كده خدنا اكزامبل من الكتاب، وخدنا بروبلم 29، وخدنا بروبلم 34، وخدنا بروبلم 35، تمام. احنا خدنا كميه مسائل كبيره جدا على كرش فلو وحلناها بالتفصيل، وخدنا كل الايكويشنز، واتمنى ان الموضوع ده يبقى ايه؟ يبقى واضح بالنسبه لكم. زي ما اتفقنا في ناس ما بتحبش تشتغل الكرش فلو ان هي تبقى سيجما الفولتج في اللوب ايكوال 0، في ناس بتحب تشتغل كانها سيجما الفي ايكوال سيجما الاي ار، مش غلط، اشتغل بالطريقه اللي تريحك. ولكن اهم حاجه يا اما الاشارات بتاعتك كلها هتبقى زيي، يا اما الاشارات كلها هتبقى عكسي، تمام، ولكن الاجابات هتبقى في الاخر واحده. شكرا كده. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره دي، ويتفضل عندنا الجزء الثاني الخاص بالار سي اي سيركت. نيجي نتكلم على اول عنوان عندي في الجزء الثاني اللي هو الار سي سيركت، وهنتكلم على الشارجنج بروسس. لو انا دلوقتي عندي سيركت زي اللي موجوده عندي، فيها بطاريه سويتش وريزيستنس، وعندي تو بليت كاباستر، تمام. في الاول خالص بيكون الكاباستر ده مش مشحون، فبالتالي البوزيتيف والنيجاتيف اللي موجوده على البليت الواحده هيكون العدد بتاعهم ايكوال، تمام. ولو انا جيت حطيت وصلت زي ما هو موصل كده اميتر موجود عندي، في الاول مش هيقرا اي كارنت. ليه؟ لان انا السويتش بتاعي مفتوح، فبالتالي مفيش اي كارنت ماشي عندي. ممكن ان انا بقفل السويتش بتاعي هيبتدي يحصل ايه؟ اتفقنا ان انا اول ما هقفل السويتش فبالتالي هيتكون عندي بوتنشال ديفرنس، وبوتنشال ديفرنس ده معناه وجود الكتريك فيلد، فده هيعمل لي بوشنج للالكترونز اللي موجوده عندي، او بوشنج يعني تمام للالكترونز دي، فبالتالي هتبتدي تحصل لها فلو في السيركت بتاعتي، تمام. ولو انا بصيت على الاميتر هلاقي ان الفاليو بتاعته ايه اللي حصل لها؟ هلاقي ان الفاليو بتاعته زادت. ليه؟ لان هو قرا كارنت في السيركت، تمام. هو ازاي بيبتدي يشحن الكاباستور في اللحظه دي؟ الموضوع ده بيحصل ازاي؟ ان انت دلوقتي بتيجي، لو انتوا بصيتوا كده على الفيديو اللي موجود هنلاقي ان احنا هنا ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف موجوده على البليت الواحده. اول ما بتيجي النيجاتيف اللي موجوده عندي تمام من ناحيه البليت، فبتبتدي تتشد من خلال الفورس اللي موجوده للجزء البوزيتيف، فبالتالي يحصل ايه؟ يبتدي يتجمع على البليت الواحده حاجه واحده بس، نوع واحد من التشارجز اللي هي كلها نيجاتيف،
وبعدين يبتدي يحصل ايه. احنا اتفقنا ان اي شحنه نيجاتيف بيكون الالكتريك فيلد داخل فيها، او اي شحنه بوزيتيف بيكون الالكتريك فيلد طالع منها. فبالتالي ايه اللي بيحصل بقى؟ بيتاثر بالالكتريك فيلد وذن البليت بتاعه الكاباستور، هتزق الشحنات الثانيه انها تتحرك اند سو اون، وبالتالي يحصل موشن للتشارجز الموجوده عندي في السيركت كلها، فيبتدي يشحن الكاباستور بتاعي. وحتى هنا في الفيديو جايب لك كلوز لوك على الموضوع ده علشان خاطر تقدر تتخيل بالظبط الشحنات والمسار بتاعها وكده. خلاص، ده بالنسبه للبروسيس بتاع الشحن بتاع الكاباستور كفيزيكال مين. وانا هشوف في السلايد اللي جايه ازاي هقدر اتعامل مع الكلام ده في صوره بروبلمز، او ازاي اقسم الكلام ده من وجهه نظر تانية، ازاي اشوف لحظه السويتش بتاعي وهو بيتقفل كده، اشوف ادرس السيركت ازاي في اللحظه دي، وادرس السيركت بعديها في لحظات تانية عشان افهم الكيوهات والفولتج والكرنت الفلو والفلو اللي موجود عندي في السيركت ده هيبقى شكله عامل ازاي. طيب انا هاجي اقسم الشارجنج بروسيس ده لثلاث اجزاء. هبتدي بالجزء الاولاني فيه عند تي ايكوال 0. يعني ايه تي ايكوال 0؟ تي ايكوال 0 معناها اللحظه اللي بقفل السويتش فيها. يعني بمعنى اصح لو احنا قدامنا السيركت اهي اللي موجوده، لحظه قفل السويتش اللي هي اللحظه اللي بيتحرك فيها السويتش من النقطه بي للنقطه اي. خلاص، اول حاجه خالص في الاول الكابستر ده بيبقى انشارجد، تمام؟ فبالتالي ما بيبقاش لسه مخزن اي شحنات، تمام؟ يبقى معنى اصح الكيو اللي موجوده في الكاباستور هتبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 0. تاني حاجه، لو انا حبيت اطبق كارشف فولتج لوب على اللوب اللي موجوده عندي، تمام؟ فحاجه اقول ايه؟ هقول لك ادي سيجما الفولتج في اللوب اللي موجوده عندي ايكوال 0. يبقى معنى كده الاي ماينس الفولتج على اطراف الكاباستور ماينس الفولتج على اطراف الريزيستنس ايكوال 0. طيب هو انيشيالي انا عندي فولتج على اطراف الكاباستور، اذا كنت انا لسه قايله لك ان الكيو بيساوي 0، يبقى معنى كده ان انت الفولتج اللي على اطراف الكاباستور اللي هي كيو على سي، تمام، هيساوي ايه؟ هيساوي هو كمان 0. يبقى معنى كده ان الاي ماينس الاي في الار هتساوي 0. يبقى معنى كده ان الاي بتساوي اي في ار. استفدت بايه بالحكايه دي؟ استفدت ان انا لو انا عايز اعرف قيمه الكرنت انيشيالي فاول ما جيت اشغل السويتش بتاعي هتساوي الفولتج اللي على اطراف البطاريه ديفايدد على قيمه الريزيستنس اللي محطوطه، ومش هاجي جنب الكاباستور باي حاجه لان هو لسه في الاول ما شحنش اي حاجه، لسه ما عملش ستورج للشحنات اللي موجوده عندي. يبقى انا طلعت من السلايد دي ان في حاله ان التايم ايكوال 0 اللي هي لحظه تشغيل الكاباستور بتاعك الكيو هيساوي 0، وهيطلع عندك الكرنت انيشيالي هيساوي الفولتج على اطراف البطاريه ديفايدد على الريزيستنس اللي موجوده في السيركت. طيب نيجي نتكلم على اللحظه الثانيه. والله انا شغلت سبت السويتش بتاعي مقفول، وفي الاخر خالص جبت سبت بعد وقت طويل، يعني تقريبا الكاباستور بتاعي بقى فولي تشارجد. خلاص، ايه اللي يحصل لما الكاباستور بتاعي يبقى فولي تشارجد؟ اول حاجه خالص الايكويشن اللي انا شغاله عليها اي ماينس الفولتج على الكاباستور ماينس اي ار ايكوال 0. خلاص، دلوقتي المره اللي فاتت كنت مكنسله قيمه الفولتج على اطراف الكاباستور لانه ما كانش خد الشحنات، لكن انا دلوقتي الكاباستور بتاعي شحن، فبالتالي معنى كده ان الكيو اللي هو خزنها بقت الكيو ماكسيمم، الماكسيمم كيو اللي موجوده عندي. يبقى معنى كده ان بقى عندي قيمه للفولتج على اطراف الكاباستور. ده مش بس كده، ده انت خلي بالك، مش انت عارف دلوقتي ان احنا الكرنت عباره عن دي كيو باي دي تي، التغير اللي بيحصل للكيو بالنسبه للتايم. طب اذا كان الكاباستور خزن كل الكيو اللي موجوده عندي، هل انا دلوقتي الريزيستنس هتسحب اي كارنت؟ مش هتسحب اي كارنت، يعني عند اللحظه اللي بيكون فيها الكاباستور شحن على الاخر بقى ماكسيمم بقى فولي تشارج، كان انت الكارنت اللي موجوده عندك ده كانه اللي هو بيروح للريزيستنس مش هيبقى موجود، تمام؟ ليه؟ لان كل الشحنات خدها الكاباستور وايه وخزنها، تمام؟ ولو انت موصل اميتر في السيركت، تمام، هتلاقي قيمه الاميتر في اللحظه دي هتبقى ايكوال تو 0، تمام. ولو انت موصل فولتج على اطراف الريزيستنس وحاطط فولتج على اطراف الكاباستور، تمام، هتلاقي الفولتج على اطراف الريزيستنس عمال يقل والفولتج على اطراف الكاباستور عمال يزيد. ليه؟ لان الفولتج بيساوي كيو على سي والكيو بتزيد، فالابتو انها توصل للماكسيمم الموجوده عندي، والاي عماله تقل لغايه لما توصل للزيرو اللي موجوده عندي. يبقى لحظه التشارجنج، تمام، الكيو بتاعتي بتكون ماكسيمم،
ولو انا جيت عوضت في الايكويشن بتاعتي اي بتا اي ماينس الفولتج بتاعت الكاباستور ماينس الاي ار ايكوال زيرو، الكرنت هنا هيبقى مش موجود، يبقى كان الاي بيساوي ايه الفولتج على اطراف الكاباستور. يعني ايه؟ وده منطقي، لان انت كانك انت بتقول ان والله الكاباستور بتاعي بيشحن امتى؟ لما القيمه بتاعت الفولتج بتاعته تكون ايكوال للقيمه بتاعت الفولتج بتاعت البطاريه. يبقى احنا في الحاله دي الاي بيساوي الفي سي، تمام. طب هي الفي سي بيساوي ايه؟ مش كيو على سي. طيب هجيب دلوقتي الكيو في طرف لوحدها، مش هي كأنها تبقى الاي في السي؟ طب هي الكيو دي ايه؟ مش الكيو ماكسيمم؟ يبقى انا قدرت اطلع من هنا ان الماكسيمم كيو في حالة الفولي تشارج بتساوي السي في الاي. يبقى احنا اصلا بنتكلم على ايه؟ احنا بنقول ان انا بتكلم على الار سي سيركت لحظه الشحن بتاع الكاباستور، تمام، في وجود ريزيستنس. فاتفقنا ان هو انيشيالي ما بيكونش عندي شحنات، تمام، وفاينلي ما بيكونش عندي كارنت. ليه؟ لان بتبقى الكاباستور بتاعي خد كل الشحنات اللي موجوده عندي وخزنها جوه. طب هو انا دلوقتي في الشحن، في البروسيس بتاع الشحن ده، يا اما عندي زيرو يا اما عندي ماكسيمم كيو؟ لا طبعا، لان انا اساسا كل ما بسيد الكاباستور يشحن كل ما بيستهلك وقت عمال ما يوصل للماكسيمم كيو. يبقى معنى كده ان في وقت كده في النص بياخده بيبقى اثناء فتره الشحن. طب افرض ان انا جيت قلت لك انا والله عايزه احسب الكيو في لحظه من اللحظات دي، ولا هي عند الانيشال لحظه السويتش ما يتقفل، ولا هي لما الفولي تشارج. يبقى اكيد اكيد اللحظه دي هتبقى فانكشن في مين؟ في التايم. انا لازم اعرف عند انهي ثانيه، لازم اعرف هشتغل ازاي. فبالتالي انا هعمل ايه؟ انا هشرح لك بالتفصيل ازاي تقدر توصل للايكويشن دي. واحنا دايما بنبتدي منين؟ بنبتدي من الانيشال ايكويشن اللي هي بتاعه الفولتج لوب اللي احنا استخدمناها في الاول بتاعه كيرشوف لوب، تمام. يبقى لو جينا بصينا كده، ادي الاي ماينس الفولتج اللي على الكاباستور ماينس الفولتج اللي على الريزيستنس ايكوال زيرو. هنعوض عن الفولتج اللي على الريزيستنس كانها اي في ار، يبقى اي ماينس الفولتج بتاع الكاباستور ماينس الاي في الار ايكوال زيرو. طب انا عايزه اسيب الاي في الار في طرف لوحدها، يبقى هيبقى الاي ماينس الفولتج بتاع الكاباستور. طب انا عايزه اجيب الاي لوحدها هقسم على الار، يبقى اي ماينس الفولتج اللي على الكاباستور على الار هو ده قيمه الاي اللي موجوده عندي. جميل. يبقى معنى كده كاني بقول لك اي على ار ماينس الفولتج بتاعه الكاباستور على الار. طب هو الفولتج بتاع الكاباستور ده مش هو كيو على سي؟ لان لسه اصلا ده احنا واخدين الكلام ده من شابتر 26 وكمان لسه قايلين في السلايد اللي فاتت. يبقى ممكن اعيد كتابه الايكويشن بان هي اعوض عن الاي، الاي ده اللي هو الكرنت، واحنا اتفقنا ان الكرنت ده بيبقى لحظي، فممكن يبقى كانها ريتن از دي كيو باي دي تي، وانزل الاي اوفر الار ماينس، وهعوض عن الفولتج بتاع الكاباستور بان هو كيو على سي، وادي الار موجوده تحت، تمام. يبقى كاني بقول لك ان انا ممكن الايكويشن دي تتكتب كانها دي كيو باي دي تي بتساوي اي اوفر الار ماينس كيو اوفر الار سي. طيب هو انا مش انا لو ضربت فوق وتحت في نفس الحاجه يبقى كاني ما عملتش حاجه، كاني ضربت في واحد. طيب انا هضرب الطرف بتاع الاي اوفر الار، هضرب فوق في سي وتحت في سي، تمام. يبقى كاني بقول لك عايزه اعمل ايه كمان؟ هقول لك ان دي كيو باي دي تي كاني بقول لك انها بتساوي ايه؟ اي سي ماينس كيو اوفر الار سي، تمام؟ يعني بمعنى اصح ممكن اقول لك ان دي كيو بتساوي اي سي ماينس الكيو اوفر الار سي مضروبه في مين؟ في الدي تي، تمام؟ احنا اتفقنا من الشابتر بتاع الالكتريك فيز لما بقول دي حاجه مش دي معناها ان دي حته صغيره جدا، يعني جزء من الكيو اللي موجوده بتمر بير تايم. طب انا عايز اجيب التوتال كيو اللي موجوده عندي، بعمل ايه؟ اجيب الدي كيو والدي كيو والدي كيو اند سو اون واجمعهم كلهم سوا، تمام. طب اجمعهم يعني ايه؟ يعني بعمل لهم الجبريك سمشن من خلال مين؟ من خلال الانتجريشن. يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول في السلايد اللي جايه دي على طول ان انا لو عملت انتجريشن للكلام ده اقدر اطلع لمين؟ لقيمه الكيو اللي موجوده عندي فانكشن في مين؟ في التايم، ماشي. يبقى انا برضو بكمل في نفس الفكره ان انا بعمل تشارج، عايز احسب التشارج ديورنج التشارجنج بروسيس في لحظه لا هي اول لحظه عند السويتش ولا هي اخر لحظه عند الفولي تشارج، لحظه في النص. فجيت قلت لك ايه؟ ادي دي كيو بيساوي اي سي ماينس كيو اوفر الار سي بالنسبه للدي تي، فقلت لك انا هعملها انتجريشن. خلاص انا مش هقول لك الانتجريشن دي بعملها ازاي لانها مش موجوده عليك، ولكن النتيجه بتاعت الانتجريشن دي اللي هي السمشن بتاعت الدي كيو دي والدي كيو دي والدي كيو دي لغايه لما اجيب التوتال كيو اللي موجوده عندي هتطلع بالساوي اي سي في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي، تمام. الاي سي دي احنا ممكن نعوض عنها بانها الكيو ماكسيمم، لان احنا خدنا ان الماكسيمم كيو بتساوي السي في الاي، تمام. يبقى ساعتها الايكويشن هتتكتب بان هي بتساوي كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي نيجاتيف تي اوفر الار سي، تمام.
1 ماينس اي اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. جميل جدا. طيب نيجي نبص على كل ايتم من الايتمز دي. كيو اوف تي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو افترضنا ان الكابستر ده بياخد 5 ثواني عشان يشحن، فانا جيت قلت لك لا جيبها لي بعد الثانيه رقم 2، يبقى هتعوض عن التي. كيو اوف تي دي هتبقى كانها كيو اوف 2، تمام. ولما تيجي تعوض في الايكويشن هيبقى كيو ماكسيمم، هتبقى القيمه بتاعتها اللي هي قيمه البطاريه ايا كانت هي بتساوي كام، تايمز قيمه الكابستر بتاعك ايا كان بيساوي كام ولكن بالفراد، مضروبه في 1 ماينس اي اللي هي الاكسبوننشال، وهتعوض عن التي اللي فوق باللحظه اللي هو ايه لك تحسب عندها اللي هو احنا هنا كنا فرضينها بعد ثانيتين، يبقى هنعوض هنا على 2 على الار سي، تمام. يبقى الايكويشن دي باكد عليها ان الايكويشن دي ايكويشن مهمه جدا، دي حساب الشحنه اثناء فتره الشحن، بس عند لحظه معينه هو بيكون طالبها منك، تمام. لا هي اللحظه الاولانيه ولا هي اللحظه الاخيره. طيب احنا دلوقتي كناس مهندسين بنميل اكتر ان الايكويشنز بدل ما تبقى مكتوبه قدامنا بالشكل ده، بنميل ان احنا نبقى عايزين نتخيلها شكلها هيبقى عامل ازاي، تمام. يعني انا دلوقتي عندي الكيو فانكشن في التايم، لو انا هرسم ريليشن ما بين الكيو والتايم هيبقى شكلها عامل ازاي، هو ده اللي السلايد بتاعتنا بتتكلم عليه. فانا دلوقتي شايفه كده من ضمن الايكويشن ان انا عندي اي، اي دي معناها ايه؟ اكسبوننشال فانكشن، تمام. exponential function يعني دالة أسية، تمام. طيب عشان اقدر ارسم الفانكشن دي لازم يبقى عندي لحظة البداية ولازم يبقى عندي لحظة النهاية، تمام. فانا دلوقتي البداية بتاعتي عند زيرو والنهاية بتاعتي عند انفينيتي، تمام. فانا دلوقتي حاجة اقول ان انا عايز اشوف شكل الجراف ده هيبقى عامل ازاي ما بين الزيرو للانفينيتي، يعني عايز اشوفه على 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 السكيل ده، تمام. يبقى هعوض مرة عن التيب صفر وحوض عن مرة عن التيب انفينيتي. يبقى لو جيت عوضت عن التيب زيرو هيبقى كيو اوف تي بيساوي كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي حاجة تو ذا باور زيرو ب 1، تمام. يبقى معنى كده 1 ماينس 1 هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. يبقى عند التيب صفر الكيو اوف تي هيساوي زيرو، تمام. يبقى لو جيت رسمت رسمة كده تحت ما بين الكيو وما بين التي، اول خطوة هعملها هعلم كده دايرة على عند الاورجن، تمام. ان هو عند اللحظة دي انا عندي كيو زيرو، دي اول نقطة موجودة عندي. طيب لو انا جيت قلت عند انفينيتي اللي هي ايه؟ اكبر حاجة، تمام. تي دي اكبر حاجة، خلاص. فهقوم انا قايلة كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف انفينيتي على الار سي. اي حاجة تو ذا باور نيجاتيف انفينيتي تبقى ايكوال تو زيرو، تمام. اي حاجه تو ذا باور نيجاتيف انفينيتي بكرر تاني ايكوال تو زيرو. يبقى معنى كده كان الترم بتاع اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي هيبقى ايكوال زيرو. يبقى معنى كده كيو ماكسيمم في 1. يبقى معنى كده ان عند الكيو في اللحظه بتاعه الانفينيتي الكيو بتاعتك هتبقى ايه؟ الكيو ماكسيمم. يبقى لو انا مشيت من الانيشال للفاينل همشي بداله كيرف كده اللي هي الاكسبوننشال اللي موجوده عندي، ويبقى هتبقى اول لحظه فيها عند الصفر واخر لحظه فيها هتبقى عند الكيو ماكسيمم بتاعتي، تمام. هو ده شكل الجراف بتاعنا. طبعا انت البروف مش عليك، لكن انا بفهمك هو انا ليه رسماه بالشكل ده وليه انا باديه من الزيرو وليه واصله عند انفينيتي وواقفه بالشكل ده، تمام. فهمك الحاجات دي عشان تبقى فاهم بس هي جت منين وجت ليه وبرسمها كده ازاي، تمام. طب احنا كده شفنا ازاي نقدر نحسب الكيو اثناء اي لحظه من لحظات الشحن من خلال الايكويشن بتاعي كيو اوف تي ايكوال كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. طب لو انا جيت قلت لك احسب لي الكرنت، انا عايزه الكرنت، تمام. سهله جدا، مش الاي بيساوي دي كيو باي دي تي؟ طيب يبقى معنى كده كاني بقول لك تي بالنسبه للدي تي، وهنعوض عن الكيو بالفانكشن بتاعتها كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. يعني كاني بقول لك دخل الكيو ماكسيمم جوه في البراكت، كاني بقول لك دي اوفر دي تي كيو ماكسيمم ماينس كيو ماكسيمم في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. طيب انا هعمل الكلام ده ديفرنشيشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتايم. يبقى اي حاجه وذ ريسبكت تو تي هيحصلها تفاضل، تمام. طب الكيو ماكسيمم الاولانيه، كيو ماكسيمم الاولانيه ده عباره عن ثابت، فبالتالي مش داخل معايا، ملوش، مش هقدر اجيب له حاجه، يبقى بالتالي ده بزيرو، تمام. ماينس كيو في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار تي، تفاضل الاي هي زي ما هي، نفس الفانكشن موجوده عندي ولكن في تفاضل الباور. يبقى الكيو ماكسيمم في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي، تمام. وحاضر بقى في التفاضل بتاعها اللي هو نيجاتيف 1 على الار سي. لما نيجي نبص نيجاتيف كيو ماكسيمم في نيجاتيف 1 على الار سي، نيجاتيف مع نيجاتيف هتبقى كانها بوزيتيف، يتفضل لك كيو ماكسيمم على الار سي اللي هو في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي، والكيو ماكسيمم بيساوي السي في الاي على الار سي، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ كانها اي اوفر الار.
يبقى كاني بقول لك ان انت في حاله ان هو عايز يطلب منك الكرنت اثناء لحظه الشحن في اي فتره من الفترات، هقول ان هو بيساوي ايه، اي على ار في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. الار هي قيمه الريزيستنس عندنا بالاوم، تمام، السي هي قيمه الكاباسيتنس عندنا بالفراد، والتي هي التايم اللي هو بيكون عايزك تحسب عنده بعد لحظه، بعد لحظتين، بعد 3 لحظات من فتره الشحن. طيب يبقى احنا كده اتفقنا خلاص ان انا لو انا عايزه احسب الكيو بتاعتي في لحظه من اللحظات اثناء فتره الشحن، هستخدم الايكويشن اللي بتقول انها بتساوي كيو ماكسيمم فاين ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. الناس بقى قالوا لك ايه؟ قالك والله انا مش هسيب كلمه ار سي زي ما هي كده، انا هسميها بسمبل، السمبل ده اسمه تايم كونستنت وبديله رمز تاو، تمام. يبقى هسمي الفاليو اللي اسمها ار سي دي تاو وهطلق عليها كلمه تايم كونستنت، وراحوا جايين معرفين ان والله التايم كونستنت ده معناه هو الوقت اللي بياخده الكاباستر عشان يوصل لقيمه معينه من الماكسيمم شارج، القيمه دي بتساوي 0.63 من الكيو ماكسيمم. اول ما تسمع كده اي بني ادم طبيعي هيقول لك الله ليه اشمعنى 0.63؟ قال لك سهله قوي، عوض في الايكويشن دي عن التي بالار سي، عوض عنها بالار سي هي هي. يبقى قال لك ايه؟ قال لك والله عشان تقدر تعرف عند اللحظه عند تي بتساوي ار سي، تمام، الكيو هتبقى بتساوي كام، هل هي فعلا هتساوي 0.63 ولا لا. فلما هتيجي تحوض هتبقى كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف الار سي اوفر الار سي، كانها 1 يعني مضروبه، كاني بقول لك انها بتساوي كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف 1، تمام. اي تو ذا باور نيجاتيف 1 دي معناها 1 اوفر الاي، تمام. يبقى كاني بقول لك كيو ماكسيمم في 1 ماينس 1 اوفر اي. لو جيت عملت الاي على الكالكوليتر دي عمل بتجاب كانها شيفت لان، المهم لما تيجي تحسبها هيطلع لك 0.63 من الكيو ماكسيمم بتاعك، تمام. يعني معنى اصح لو انا الجراف اللي قدامي تحت ده هو الجراف اللي بتوين الكيو والتي اللي انا قلت لكم لسه من شويه كان مرسوم ازاي، لو جيت قلت لك عين لي الار سي بتاعتك، تمام، الار سي ده اللي هو التايم اللي بيستهلكه الكاباستور عشان يوصل ل 63% من الماكسيمم كيو او الماكسيمم شحنه اللي موجوده عندي، يبقى حاجه اشوف الكيو ماكسيمم الموجوده بكام، هضربها في 0.63%، هجيب النقطه دي موجوده فين على الواي اكسس، وبعد كده هبتدي اشوف البروجكشن بتاعتها على الاكس اكسس اللي هي عند التي، يعني هبتدي اطلع خط منها لغايه لما يخبط الكيرف، وبعد كده انزل منه عموديا لحد لما اوصل لمين، للتي اكسس اللي موجوده عندي، وهي دي ساعتها هيبقى الفاليو بتاعه التايم كونستنت او الار سي. طيب هو انا ازاي اصلا بقدر اطلق على الار سي ان ده تايم؟ يعني ازاي انا قلت حاجه زي كده، هو ده فعلا تايم ولا لا؟ الاجابه اه ده تايم، تمام، وكمان انا اقدر اثبت لك ان الوحده بتاعه الار سي دي هتبقى ان سكند. ازاي بقى؟ الار اصلا بتتقاس بوحده اسمها اوم، ومن قانون اوم الفي بتساوي اي في ار، يبقى معنى كده ان الار بيساوي في على اي، يعني اقدر اكتبها كانها فولت على امبير، ماشي. طيب لو انا جيت بصيت للسي، السي دي بتتقاس بوحده الفراد، والفراد ده اللي هو سي على في اللي هو كولوم على فولتج، ولكن الكولوم نفسه ده وحده قياس ايه؟ الشحنه، والكرنت بيساوي ايه؟ بيساوي دي كيو باي دي تي، تمام، يعني كاني بيساوي كولوم بير سكند. يبقى لو انت جيت عايز تجيب الكولوم لوحده كاني بقول لك ان هو بيساوي امبير في سكند، يعني هنيجي عند الكولوم كده على سكند بيساوي امبير، يبقى كان الكولوم بيساوي امبير في سكند. تعالى بقى اعوض عن الكلام ده، ده الفراد بيساوي سي على في، والسي لوحدها اللي هو مين؟ الكولم، تمام، اللي هي بتساوي ايه في سكند، اقسمها على الفي، يبقى كان الفراد ايكويفالنت لايه؟ سكند على فولتج. طب الار سي بقى على بعضها، ادي الار اللي هي فولت على امبير، وادي السي اللي هي عباره عن ايكويفالنت لامبير في سكند على فولت، هنلاقي نفسنا الفولت بيروح مع الفولت والامبير بيروح مع الامبير، يتفضل لك وحده مين؟ السكند. يبقى فعلا الار سي ده عباره عن تايم وبيتقاس بوحده اللي هي السكند بتاعتي، تمام. يبقى ده لما اجي اقول لك من ضمن الاختيارات او لما اجي اقول لك بيتقاس بايه، يبقى هو المفروض يتقاس بايه؟ بالسكند. يبقى انا دلوقتي فهمت فيزيكال مينينج بتاع البروسيس بتاع تشارجنج الكاباستر، وتاني حاجه قدرت اشوف ادرس السيركت بتاعه الشحن بتاع الكاباستر بتاعي اثناء 3 لحظات، اللحظه الاولانيه هي بدايه الشحن، اللحظه الاخيره هي
اخر لحظه في الشرح، وفي لحظه ما في النص ما بين النقطه الاولانيه وما بين النقطه الاخيره. وانا في السلايد دي عامله لك ايه؟ عامله لك سامري للرولز بس بتاعت كل كيس من الكيسز دي، لان احنا كده كده اوريدي شرحنا كل واحده منها بالتفصيل قبل كده. فبالتالي عند تي ايكوال زيرو، انا براجع معاك في الاول، تي ايكوال زيرو دي معناها ايه؟ اللحظه اللي السويتش بيتقفل عندها، ما بيكونش لسه الكاباستور لحق يخزن شحنات، فبالتالي الكيو بيساوي صفر. وبعد كده مطرح ما الكيو بيساوي صفر، فبيبقى نتيجه لتطبيق كيرش فلو اللي هو اي ماينس الفولتج كاباستور ماينس الاي ار ايكوال زيرو، الفولتج بتاع الكاباستور بيكنسل، فهيبقى كان الاي بيساوي اي اوفر الار. يبقى ده عباره عن ايه؟ ده الكرنت الانيشيالي اللي هو ماشي فين في السيركتس لحظه الشحن. طيب لو انا جيت قلت لك تاني بلوك ده، والله ده انا دلوقتي عايزه احسب الكيو والكرنت في لحظه ما في النص وزن الانيشال والفاينل فاليو بتاعه الشحن. فبالتالي انا في التو ايكويشنز دول، سواء كان كيو سواء كان تي سواء كان كرنت، هما الاثنين دول بيبقوا عباره عن ريليشن، ودي بتبقى ايكويشن فانكشن في مين؟ في التايم. يبقى هيبقى بالنسبه للكيو هتبقى كيو ماكسيمم فورم ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي، اما بالنسبه للكرنت هتبقى اي اوفر الار في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. تمام. طيب بالنسبه لاخر حاجه خالص، ان هو لحظه نهايه الشحن بتاعتي، ان هو الكاباستور بتاعي فولي تشارج، بالتالي الكرنت بيساوي صفر. ففي الحاله دي الاي اللي هو الفولتج بتاع الكاباستور هيساوي مين؟ قيمه البطاريه. تمام. وفي الحاله دي الفولتج بتاع الكاباستور بيساوي كيو على سي، فمن هنا جبنا ان الكيو ماكسيمم بيساوي السي في الاي. هذه القوانين اللي احنا هنقدر نحل بيها المسائل في كل لحظه من اللحظات بتاعه لحظه شحن الكاباستور. احنا علينا في الجزء ده بروبلم 27 و28، هما دول اللي احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي. problem 27 اللي علينا بيقول لك انا uncharged capacitor and resistor are connected in series to a EMF، وبيقول لك ان الاي بيساوي 9 فولت والسي بيساوي 20 مايكرو فاراد والار بيساوي 100 اوم. عايز يحسب التايم كونستنت تمام بتاعت السيركت، وعايز يحسب الماكسيمم تشارج اللي هي على الكاباستور، وعايز يحسب التشارج عند تايم ايكوال ل 1 من 1 تايم كونستنت افتر ذا باتري از ديسكونكت. نمسك طلب طلب كده. اول حاجه خالص هو عايز يحسب التايم كونستنت. التايم كونستنت احنا لسه قايلين ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي الار في السي. طب هو عطيني قيمه الار، ايوه عطيني 100 اوم. طب هو عطيني قيمه السي، ايوه عطيني 20 مايكرو فاراد. يبقى هاخد ال 100 هضربها في 20 في 10 اس ناقص 6، يبقى معنى كده هيطلع لي 2 مللي سكند كتايم بتاعي اللي هو التايم كونستنت. ابقى افكركم تاني، التايم كونستنت ده هو التايم اللي بياخده الكاباستور عشان يوصل ل 63% من قيمه الشحنه الماكسيمم بتاعه الكاباستور. طيب جه بيقول لك احسبي الماكسيمم تشارج اللي على الكاباستور. ماكسيمم تشارج يعني معنى كده ان هو بعد ما شحن على الاخر. تمام. يبقى معنى كده احنا قلنا في الحاله دي الكرنت مش هيبقى موجود عندي، مش هيبقى له قيمه. ففي الحاله دي ان هقول ان الكيو بيساوي ايه؟ سي في الاي. يبقى ادي قيمه السي اللي هي 20 في 10 اس ناقص 6 في الاي اللي هي 9 فولتج بتاعه البطاري، فهتطلع لي 1.8 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 كول. طيب تالت مطلوب بيقول لك احسبي التشارج اللي موجوده على الكاباستور في لحظه ما، اللحظه دي بتساوي قيمه الار سي اهو التايم، والتايم ده ايكوال تو 1 تايم كونستنت. خلي بالك 1 تايم كونستنت، ممكن يجي يقول لك ل 2 تايم كونستنت، ممكن يجي يقول لك ل 3 تايم كونستنت. يبقى معنى كده هتعوض ب 1 او ب 2 اي في التي بالرقم اللي هو عاطيه لك. طيب يبقى دلوقتي دي لا لحظه البدايه ولا لحظه النهايه، يبقى معنى كده ان انا لازم استخدم الايكويشن اللي هي فانكشن في تي، اللي هي بتقولك ان الكيو بتساوي كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. بس انا في اللحظه دي هعوض عن تي ايكوال الار سي. ليه؟ لان هو قايل لي ان التايم بتاعه ايكوال التايم كونستنت اللي هو عنده. تمام. او اللي احنا حسبناه لسه في نمبر اي. فبالتالي فبقيت هكتب ان هي بتساوي كيو ماكسيمم في 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف الار سي اوفر الار سي، للار سي على الار سي كانها بواحد، يبقى 1 ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف 1 هيطلع لك في الاخر بيساوي 1.14 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 كولوم. تمام. يبقى احنا دلوقتي لاحظنا ايه من المساله دي؟ لاحظنا ان هو طالب حاجات دايركت تماما، معتمده بس على انك انت تبقى عارف الرولز كلها. تمام. سال في اللحظه، سال في الار سي، وسال في الماكسيمم تشارجنج اللي هي عند فولي تشارج، وسال في لحظه في النص ما بين البدايه والنهايه. تمام. تعالوا نبص على المساله الثانيه. طيب نيجي نبص على بروبلم 38. بيقول لك ان انت عندك ار سي سيركتس، وبيقول لك ان الار بيساوي 1 ميجا اوم. خلي بالنا لما بتبقى الام كابيتال كده تبقى ميجا، لكن لما تبقى سمول تبقى ميلي. تمام. وعندك السي بتاعه الكاباستور بيساوي 5 مايكرو فاراد، وعندك اي بيساوي 30 فولت،
فبيقول لك احسب اول حاجه التايم كونستنت، ماشي ده معروف. فهعمل ايه؟ هجيب الار في السي، الار اللي هو عاطيها لي اللي هي 1 ميجا اوم، فهضربها في 10 اس 6، وهضربها في السي اللي هو عاطيها لي برده 5 في 10 اس ناقص 6، هطلع قيمه مين؟ التايم كونستنت. نمبر بي، عايز يحسب الماكسيمم تشارج على الكاباستر بعد ما السويتش اتقفل. ماكسيمم تشارج لسه قايلينها بيساوي ايه؟ السي في الاي. هاخد قيمه السي اللي هي 5 في 10 باور نيجاتيف 6، هضربها في الاي اللي هي بيساوي 30، وهطلع قيمه الشحنه اللي موجوده عندي الماكسيمم. تمام. طيب اخر حاجه خالص، عايز يحسب الكرنت بعد 10 ثواني من ما قفل السويتش. حلو قوي. طيب احنا الاي في حاله التشارجنج بيساوي ايه؟ اي على ار، تمام، في اي تو ذا باور نيجاتيف تي اوفر الار سي. تمام. يبقى معنى كده ان انا هعوض فيها تعويض مباشر، هيطلع لك قيمتها بتساوي 4.06 مايكرو اوم. يبقى احنا كده في المحاضره دي خدنا، ابتدينا المحاضره بيعني ايه كرشف اصلا وازاي بستخدمه، وطبقنا كذا اكزامبل، وحلينا كل معظم المسائل اللي موجوده عندنا خلاص. وخدنا بارت 2 اللي هي كانت عباره عن الار سي سيركت، خدنا عليها، خدنا فهمنا يعني ايه الفيزيكال مينينج بتاع الشحن، وفهمنا كمان ازاي اقدر ادرس السيركت بتاعتي للحظات اثناء فتره الشحن دي كلها، وشفنا بروبلم 37 و38 اللي هو خاص بالجزء ده. بكده يبقى احنا خلصنا شابتر 28. تمام. وبكده يبقى احنا كمان خلصنا السكند برانش الموجود عندنا في المنهج اللي هو الكهربيه، وهيفضل لنا ان شاء الله باذن الله الجزء المغناطيك، وده باذن الله هنبتدي من المره الجايه. شكرا يا جماعه، واكون سعيده جدا بسماع الاسئله بتاعتكم، سواء من خلال باشمهندس اكرم، سواء من خلال الواتساب جروب، او ان شاء الله لما نتقابل على الزوم في ميعاد المحاضره. اشوفكم على خير، وربنا بقى ايه يسهل لكم في المذاكره ان شاء الله باذن الله. شكرا.